الاهلي على بعد نقطتين من حسم الدوري والزمالك يقتنص المركز الثالث بريمونتادا امام فيوستر. سجل الأهلي هدفين مبكرين حسم بيهم مباراته أمام الاتحاد وأصبح على بعد نقطتين بس من حسم لقب الدوري. وفيوتشر بنفس الطريقة قدر يسجل هدفين مبكرين في الزمالك، ولكن هناك زيزو. سجل زيزو هدفين رائعين وهدف ثالث لناصر منسي قادوا الزمالك لريمونتادا رائعة جدا أمام فيوتشر. اقتنص الزمالك المركز الثالث بانتصارات متتالية أخيرة مع أوسوريو وأداء رائع جدا. فوز الأهلي وريمونتادا الزمالك بتقول إننا قدام قمة كبيرة يوم الخميس إن شاء الله. استعد. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. قبل ما نتكلم على اللي حصل النهارده في الدوري، مباراتين رائعتين جدا، الاهلي والاتحاد والزمالك وفيوتشر. في رجاله موجودين دلوقتي في المغرب، منتخبنا الاولمبي بيعملوا ملحمه ان شاء الله تكمل على خير. ليه ملحمه واحنا بنتكلم على شوط اول فقط، والشوط الثاني بدا من شويه. شوط اول النتيجه 1-1، دي النتيجه. طيب، محمود صابر سجل في الدقيقة 9 واحد من أفضل أهداف المنتخبات المصرية على مر التاريخ، واحد من أفضل، يعني يتحط في قائمة ما بين الأفضل. جول رائع جدا 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 لمحمود صابر، لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي ولاعب وسط بيراميدز. بعد الهدف بثلاث دقايق عمل تاكلينج، الحكم طرده. يعني في الدقيقة التاكلينج كان في الدقيقة 12، توقف اللعب للفار والحكم راح بص المهم ايه، الراجل اتطرد في الدقيقة 16. كان منتخبنا بيلعب 10 لاعبين ومتقدم بهدف، محمود صابر اللي اتطرد، حماس شوية والكورة يعني ايه، انا لا عارف اقول طرد ولا مش طرد، طبعا هي اقرب انها تبقى طرد، بس هي الفكرة عشان حضرتك لو ما كنتش بتتفرج على المباراة، يعني هو دخل عمل تاكلين جامد جدا على رجل الزلزولي، والكرة يعني هو خد الكرة وبعدها خد رجل الزلزولي. ما تعرفش بقى يعني، دي طبعا عايزة أراء تحكيمية، بس يعني هي عنيفة قوية، يعني فيها حماس كبير جدا، بس هل لمس الكرة قبل ما يعمل أو يخبط رجل اللاعب مش عارف. بس المهم يعني سيبك من الكلام ده دلوقتي مش وقته. المهم إن احنا لعبنا بعشر لاعبين من الدقيقة 16، دخل فينا هدف تعادل من المنتخب المغربي قبل نهاية الشوط الأول بخطأ يعني إيه مش مقصود من حاتم سكر في منطقة صعبة، عملوا هجمة سريعة، المهم دخل فينا هدف التعادل. هل إحنا مع النقص العددي عملنا مباراة دفاعية قوي، لعبنا تحت الكورة قوي؟ لا، لحد ما دخلت على الهواء وإحنا فات حوالي 10 دقايق من الشوط الثاني، منتخبنا بيبادل المنتخب المغربي الهجمات، بنسبة أقل طبعا من المنتخب المغربي، بس بنروح وبنحاول. هتقول لي هو ده صح ولا غلط؟ هقول لك هي فيها مخاطره، ما اكدبش عليك، يعني هي في الظروف اللي زي دي في مدربين يقول لك ايه، العب بقى تحت الكوره
وحاول تمشي المباراه للتعادل، تلعب وقت اضافي، تلعب ضربات ترجيح وهي منصبه. في مدربين تانيين يقول لك لا انا لعبت مش هتقدر تستحمل وقت اضافي، خلص لي في الدقيقه في ال 90 دقيقه، بس ده فيها مخاطره كبيره. في كل الاحوال، في كل الاحوال كل الشوط الاول، ال 10 دقائق من الشوط الثاني اللي شفته رجوله مش طبيعيه من لعيبه المنتخب. في نهائي كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه بتلعب قدام المنتخب المغربي القوي جدا على ملعبه وسط جماهيره، الجماهير ماليه المدرجات، ورغم كده في رجوله واداء رائع جدا من منتخبنا الوطني. مش بمهد لك ومش بقول لك ان شاء الله يعني ما نكسبش، لا خالص، ان شاء الله نكسب عشان مجهود الرجاله دول باذن الله ربنا يكرمنا. بس كده كده تاني وتالت والف، اللقب هو يعني ايه اللي يحل الصوره في الاخر، بس كده كده الصوره حلوه، يحليها اكتر يعني في الاخر، بس كده كده الصوره حلوه. الصوره حلوه ليه؟ ان احنا صعدنا للاولمبياد، دي بطوله افريقيه بدلا من التصفيات الافريقيه المؤهله للاولمبياد، احنا صعدنا خلاص، عملنا الهدف الاساسي. الفوز بالبطوله او لا قدر الله نخسرها مش هيفرق كتير. اللي يفرق يعني هتقول ايه؟ انا كسبت بالبطوله للمره الثانيه على التوالي. في كل الاحوال عملوا اللي عليهم، لحد ما دخلت هنا اهو الرجاله عملوا عليهم واحنا بنتكلم فاضل 30 دقيقه من المباراه. ان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكرمنا. اداء رائع جدا، دي نقطه. النقطة التانية برضو قبل ما المباراة تخلص، ميكالي امتياز اللي عمله ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي في هذه البطولة امتياز. ليه امتياز؟ ما فيش إعداد طويل، مدرب ما استلمش من فترة طويلة، لعيبة فيهم كتير ما بيلعبوش بشكل أساسي مع فرقهم، ما عندكش محترفين، المنتخبات التانية عندها محترفين، ورغم كده أنت بتقدم أداء رائع جدا. دي من زاوية. في بقى زاوية تانية مهمة جدا، مهمة جدا، ربما تسمعها لاول مره فيما يخص المنتخب الاولمبي او تحليل ما يحدث للمنتخب الاولمبي في هذه البطوله. احنا بقالنا كتير يا جماعه ما عندناش لعيبه. انا اخر واحد فاكره حسني عبد ربه بيتسدد كويس، اخر واحد فاكره حسني عبد ربه. هتقولي طب ما كان امام عاشور بيسدد على فترات، بس حسني عبد ربه اخر واحد، واحمد حسن بقى والجيل ده هتلاقي فيه مدافع بتتعمل من بره، وبعد كده غاب عننا الموضوع بتاع الناس اللي بتسدد من بره دي بشكل فيه دقه. يعني المنتخب الاولمبي، وده شغل مدرب، ما كده كده اللعيبه دي عندها المهارات من الاول، بس ده شغل مدرب. ابراهيم عادل بيسدد ويسجل من بره بشكل رائع جدا، محمد شحاته، محمود صابر، اسامه فيصل، كل الناس بتشوط من بره. في مدافع على مدار البطوله، بص على اهداف منتخب مصر هتلاقي النسبه الاكبر من مدافع من بره ال 18، فده شغل مدرب. صوب يا حبيبي ما تخافش، ما تقلقش، اتجرأ. بقول لك الجول بتاع محمود صابر تصويبه من 40 يارده النهارده، من 40 يارده بطريقه رائعه، يعني مش حتى ايه اللي هو حط وش رجله وهي والسلام، لا ده حطها ارطوب بطن رجله في الضيق، بص رائعه، لازم تشوفها يعني، لو ما شفتهاش اتفرج عليها. فدي نقطه مهمه جدا، يا ريت كل المدربين في مصر يشتغلوا على الموضوع دوت. اللعيبه لازم تتعلم تصوم من بره، سلاح مهم جدا، سلاح مهم جدا ناقصنا في الكره المصريه بشكل عام، بس واضح ان ميكالي اشتغل على القصه دي بشكل واضح، يعني تقدر تقول واحده من محاور اداء المنتخب الاولمبي التصويب من الخارج بشكل مميز. مع حضراتكم على مدار الحلقه ان شاء الله باذن الله منتخبنا يفوز بهذه البطوله، وهيبقى اداء وانجاز عظيم جدا. انت بتلعب ب 10 لاعبين من الدقيقه 16. يعني نيجي بقى للدوري، نبدا بالمباراه اللي بدات النهارده الاول الساعه 7 مساء، الاتحاد السكندري والاهلي. الاهلي يفوز بهدفين دون رد في الجولة 21. هدف أول جه من ضربة جزاء حصل عليها حسين الشحات بعد مراوغة رائعة جدا في مناطق دفاعية للاتحاد، سجل بالتخصص علي معلول الهدف الأول في الدقيقة 10 من ضربة جزاء. بعد كده بعدها بثلاث دقائق بس بيرسيتاو أسيست رائع جدا لكهربا، سجل منه الهدف الثاني في الدقيقة 13. بعد كده المباراة راحت وجت بقى، يعني هجمات للاهلي وهجمات للاتحاد وماتش مفتوح، وكان ماتش حلو يعني تحديدا في الشوط الاول، والشوط الثاني على فترات كان بيبقى فيه فرص. مباراة خلصت 2-0 والاهلي خلاص اصبح الان بعد الهدفين دول، بعد الهدفين دول الاهلي أصبح الآن على بعد نقطتين فقط من حسم لقب الدوري الممتاز.
هتقول لي هيحسم لقب الدوري الممتاز ازاي؟ هقول لك عنده طريقتين. يعني لو احنا اتكلمنا بشكل مبكر، يعني لو تعثر بيراميدز بالتعادل او الهزيمه قدام سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين القادم يتوج الاهلي رسميا بالدوري. لو فاز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا والاهلي فاز على الزمالك يوم الخميس يتوج رسميا الاهلي بطلا للدوري. دول الحالتين يعني. لو ما عملش ده ولا عمل ده هيبقى عنده مباريات لسه قادمه يقدر يحسم فيها الدوري. احنا بنتكلم دلوقتي حسم لقب الدوري بالنسبه للنادي الاهلي هو مساله وقت مش اكتر. تعالوا نشوف مارسيل كولر بعد المباراه قال كلام مهم جدا، نشوف ونرجع نكمل كلامنا. احنا بدأنا الماتش كويس جدا، بدأنا بشكل اكتر من رائع، كنا شرسين جدا، كنا مركزين جدا وعملنا كل حاجه احنا عايزينها في اول 12 دقيقه وجبنا جونين. بعد كده حصل حاله من التراخي وبدا اللعيبه تتصور ان احنا هنقدر نكمل الماتش كده لوحده، هو كل حاجه تمشي لوحدها وهنكسب كده من غير ما نعمل اي مجهود. بدا الاتحاد يخش في المباراه، الاتحاد خلق في الشوط الاولاني اكبر عدد من الفرص اتخلق علينا من اي فريق في الدوري من اول الدوري في شوط واحد، فخلقوا فرص كتير جدا لكن حظنا الحلو انها ما جاتش جوان. دخلت بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه بشكل شديد شويه وقلت لهم ان احنا ما ينفعش ان احنا نكمل على كده، وان احنا لو لعبنا الشوط الثاني بنفس الطريقه بتاعت الشوط الاولاني دي هيخش فينا جوان اكيد. وطلبتهم بالتركيز والهدوء وديت بعض التعليمات. الشوط الثاني كان احسن شويه لكن انا عذر اللعيبه جدا، بيبقى صعب جدا بعد موسم طويل زي الموسم اللي احنا عملناه، بعد ما بتقدر ان انت تحقق كل اللي احنا حققناه في الموسم ده. لعيبه عملت ماتشات هايله، عملت موسم عظيم جدا، بتوصل لمرحله كلاعب كوره زي اي انسان خلاص بتبقى ذهنيا مش قادر، رجلك بتبقى انها مش قادره تشيلك، مش قادره انها تدي الاوامر، عقلك بينفذها هو مش قادر، تركيزك بيقل، الرغبه بتقل، الحماس بيقل، كل ده طبيعي جدا وانا مقدره جدا. لكن اللعيبه دست على نفسها شوط تاني وحاولت انها تعمل كل حاجه انها تطلع من الموضوع ده بشكل كويس. خبراتنا ساعدتنا كتير، الخبرات اللي عند اللعيبه اللي عندنا قدرت انها تتغلب على الموقف ده وتتغلب على الصعوبة دي وقدرت انها توصل المباراة لبر الأمان وان احنا نطلع بالمكسب المهم ده. اعتقد لا، يعني بختلف مع حضرتك في نقطة ان التفكير كان في ماتش الزمالك، الموضوع كان اكتر منه ارهاق وتعب، ارهاق ذهني وبدني كبير جدا. احنا معدين على موسم طويل لفينا فيه تقريبا القارة كلها، كم سفر كبير جدا، اقامات في فنادق، بتبقى بعيد عن اهلك فتره طويله، سفر وتعب وماتشات ضغط، ماتشات كمان مخيف، بنلعب كل 48 ساعه ماتش، فاللعيبه كانت مرهقه جدا لدرجه ان انا قررت ان انا ادي اللعيبه النهارده. قلت لهم انتوا ليكوا يومين اجازه، او ما قلت لهم يومين اجازه لقيت اللعيبه فرحانه اكتر ما فرحت بالتلات نقط بتوع النهارده. فده بيبين لك قد ايه ان اللعيبه فعلا خلاص بدات تحس بتعب، بدات محتاج تشحن البطاريه بتاعه اللعيبه دي، محتاجين يشوفوا عيلتهم، محتاجين يشوفوا اسرهم اللي ما بيشوفوهمش خالص بقالهم فتره طويله جدا. كل الحاجات دي بتبقى مهمه جدا وبتاثر على لعيب الكوره لانه في الاخر انسان. فاحنا بنحاول ان احنا نشحن البطاريات دلوقتي ونقدر ان احنا نفنش الموسم كويس ان شاء الله. طيب كلام مهم جدا من مارسيل كولر يتحدث عن الموضوع الذهني بالنسبه لمارسيل كولر للاعبين مع النادي الاهلي في الفتره الحاليه بعد ما تشبعوا، بلاش تشبعوا بس حصدوا كل ما يمكن حصده من بطولات هذا الموسم. فطبيعي اللعيبه بتهبط وانت كمان عارف وحاسس انك خلاص شبه حسمت الدوري. المدرب بره ما بيبقاش فاهم يعني، او مش ما بيبقاش عايز ده، بيبقى فاهم ده بس ما بيبقاش عايز ده. في كل الاحوال زي ما قلت لكم هي العمليه بقت مساله وقت فقط ويحسم الاهلي لقب الدوري. مباراه ثانيه بقى مثيره جدا جدا في احداثها جدا، الزمالك يفوز على فيوتشر 3-2. ايه اللي حصل؟ دي 4 ناصر ماهر تصويبة أخطأ محمد صبحي في التصدي ليها، من الأخطاء القليلة لمحمد صبحي في الفترة الأخيرة، دخلت المرمى وهدف مبكر وتقدم مبكر لفيوتشر. طيب تصورنا إن الزمالك هيعود بعد الهدف، الأداء فضل أداء الزمالك مش جيد وبأخطاء دفاعية صعبة جدا من محمد عبد الغني والمسلوسي، قدر أحمد عاطف بتألق كبير جدا ينطلق ويسجل هدف تاني ما بين أقدام محمد صبحي. طيب هنا محمد صبحي النهاردة مش موفق يعني، طبعا الهدف ده لا يسأل عنه بشكل مباشر ولكن له جزء في هذا الهدف، لكن الخطأ طبعا من محمد عبد الغني وقابله حمزة المسلوسي.
جه بقى دور جنش، هدف لزيزو بتمركز خاطئ من جنش، ولكن زيزو يا جماعة هتكلم عنه بعد ما نشوف الأهداف. هدف رائع جدا من زيزو كعادة زيزو يعني، وأهدافه الرائعة جدا. ده في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 44. في الدقيقة بقى الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول يعني بعد 3 دقائق من الهدف ده، سجل ناصر منسي هدف التعادل للزمالك. الأمور انقلبت. قبل الهدفين بالمناسبة الزمالك ما كانش جيد عشان أبقى أمين. بعد كده الزمالك تحسن جدا 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 في الشوط الثاني، ومع نهاية الشوط الأول زيزو سجل الهدف الثالث اللي حضراتكم شفتوه ده في الدقيقة 54 بطريقة رائعة جدا عشان يقدر الزمالك يحافظ على هذه النتيجة، وكان ممكن يسجل أكتر بأداء رائع جدا تحديدا من زيزو يا جماعة. نتكلم عن زيزو يا جماعة. زيزو يا جماعة كواليتي لاعب مختلف تماما تماما عن كل اللاعبين المصريين. هتقول لي لا يا كريم ما فلان كويس وفلان أحسن وفلان، هقول لك والله في لعيبة كويسة. أنا بكلمك على واحد بيحافظ على أداء أو حد أدنى من الأداء الجيد. يعني حتى زيزو هو مش كويس، مش في أفضل أحواله، بيبقى جيد ما بيبقى سيء. بقاله 3 مواسم بيقدم نفس المستوى، 3 مواسم. يعني مش هو موسم استثنائي الأولاني ولا التاني ولا، لأ. لاعب يا جماعة مكسب كبير جدا للزمالك وبالتأكيد لمنتخب مصر. ممتاز ممتاز، معلهوش خلاف، معلهوش خلاف. ما ينفعش أصلا حتى لو أنت مشجع لأي نادي ما تحترمش هذه الموهبة الكبيرة والفاعلية. خد بالك يتميز زيزو كمان بجانب إمكانياته الفنية الكبيرة أنه فعال على المرمى سواء بالتسجيل أو بالصناعة، فعال جدا. ما زال هو أفضل هداف ودلوقتي بينافس مبولولة على رقب الهداف الدوري، وما زال هو أفضل صانع ألعاب في نادي الزمالك. طول الوقت هو اللي معاه كل الأرقام طول الوقت. ماشي، نروح لأخبارنا. والحكاية الكبيرة، الحكاية الكبيرة بقى لها يومين، احنا في الويك اند كده الخميس والجمعة الناس كلها عمالة تتكلم عن القصة دي. بس كعادتنا هنا في رقم 10 نحب نجيلكم بالجديد، ما جيلكش بالقديم. خلاص القديم حضرتك عرفته، مش عامل نفسي ان انا ايه مش شايف انك مش عارف، او عامل نفسي ان انت مش عارف. لا، انت خلاص عرفت ان الاهلي اصبح قريب من ضم امام عاشور. طيب ايه الحكايه بقى؟ هات لي يا كريم من جوه كده التفاصيل، تفاصيل قوي. هقول لك التفاصيل. اولا، اول تفصيله، الكلام كله على ان الاهلي هيستعير امام عاشور لمده موسم بنيه الشراء، يعني بعد نهايه الموسم ده يشتريه الاهلي. الكلام ده شكله دلوقتي بيتغير. يعني ايه؟ هقول لك يعني ايه. غالبا الاهلي هيشتري عقد امام عاشور مره واحده، مش هيستعيره وبعد كده يشتريه. هل دي رغبه النادي الاهلي؟ لا، دي رغبه ميتلاند. نادي ميتلاند مقرر انه يبيع امام عاشور، خلاص انا مش هعيره وبعد كده ابيعه، لا، اللي عايزه يجي يشتريه. طيب الاهلي هيدفع كام في القصه دي؟ الاهلي عايز يدفع 3 مليون دولار ويا ريت اقل، تمام؟ ميتلاند عايز 3.5 مليون دولار. دي المفاوضات وشغاله. الاهلي المفاوضات دي شغاله بالمناسبه لحد هذه اللحظه، اللي هي التليفونات، عرض رسمي اللي هو وكيل، يعني في وكيل في النص كده بيكلم هنا وهنا. عرض رسمي الاهلي غالبا واحنا بنتكلم باعت العرض الرسمي لنادي ميتلاند. حط بقى ميتلاند على جنب، وكده كده ميتلاند هيبيع امام عاشور، حط دي على جنب. امام عاشور بقى ايه اللي حصل؟ ايه اللي قربه فجاه من النادي الاهلي؟ امام، وقلت لكم الكلام ده من كام يوم، اكيد كان رغبة أولى بالنسبة له إنه يرجع لناديه القديم نادي الزمالك. الزمالك لم يقدم عرض لضم إمام عاشور. مين اللي كان عنده جدية كبيرة في ضم إمام عاشور؟ بيراميدز. طيب الفكرة إن إمام عاشور نفسه هو اللي قال أنا مش حابب دلوقتي ألعب في بيراميدز. الأهلي كان حاطط رجل وشال رجل. يعني إيه؟ يعني في جزء جوه النادي الأهلي بيقول إمام هيبقى إضافة كبيرة. الجزء ده طبعا طبعا اللي متحمس لامام عاشور متحمس له عشان مارسيل كولر متحمس جدا لضم امام عاشور. وفي جزء تاني اقل بيقول
يعني امام ليه مواقف معانا والحاجات اللي بعض الجماهير بتقولها. فالاهلي كان متاخر شويه في حسم قراره. طيب الاهلي حسم قراره، انا بقول لك اهو الاهلي حسم قراره، ايوه انا عايز اضم امام عاشور، وبالتالي النادي الاهلي، وده اللي بسببه الموضوع سخن قوي اليومين اللي فاتوا بين امام عاشور والنادي الاهلي، او الحكايه بتاعت امام عاشور والنادي الاهلي. النادي الاهلي حصل على توقيع رغبه من امام عاشور عشان النادي الاهلي هيبعتها مع العرض الرسمي لميتلاند. يعني يا جماعه ده العرض الرسمي بتاعنا، واحنا الاهلي امام عاشور عايزنا احنا، فبعت له الرغبه مع العرض الرسمي. امام عاشور بقى لو النادي الاهلي اشترى عقده كامل مش اعاره، هيبقى التعاقد مع امام عاشور 4 مواسم. هياخد فيهم كام امام عاشور؟ هياخد فيهم 36 مليون جنيه في ال4 مواسم. 36 مليون جنيه ازاي؟ هياخد في السنه الاولى 6 مليون جنيه، الثانيه 8 مليون جنيه، الثالثه 10 مليون جنيه، والرابعه 12 مليون جنيه، بمجموع 36 مليون جنيه في ال4 سنوات. هل ده الرقم اللي عايزه امام عاشور؟ لا، بس النادي الاهلي قال لامام عاشور بشكل واضح، احنا مش هنديك اكتر من لاعبي الفئه الاولى في الفريق، ودي لا دي ارقام لاعبي الفئه الاولى في الفريق. طب والفلوس اللي عايزها امام عاشور اكتر من كده بشويه؟ في طريقين النادي الاهلي هيمشي في واحد منهم. اول واحد انه يجيب له اعلانات او يحط نسبه معينه زي ما عمل مع حسين الشحات، نسبه معينه او رقم معين اعلانات لامام عاشور. وفي حاجه تانية انه رجل اعمال قريب من النادي الاهلي جدا هيتكفل بالزياده اللي عايزها امام عاشور في عقده، بس الاهلي نفسه ما يدفعهاش عشان ما يعملش مشكله جوه الفريق. في نقطه في ميتلاند ما قلتهالكش، ميتلاند عايز يبيع امام عاشور 3 ونص، الاهلي عارف يشتريه ب2.5. في كل الاحوال الرقم ده هيدفع منه جزء كبير، ووارد انه يبقى كله رجل اعمال غير رجل اعمال اللي هيدفع لامام عاشور فارق التعاقد، رجل اعمال تاني كان قريب من النادي الاهلي من فتره قريبه، كان قريب جدا يعني، سيتحمل جزء كبير من قيمه هذه الصفقه، الفلوس اللي هتدفع لميتلاند. يعني ايه يا كريم بقى ملخص الكلام ده؟ يعني بنسبه تصل الى 90% امام عاشور هيكون في النادي الاهلي الموسم اللي جاي. وانا ما بقولش 100% دايما عشان ممكن تحصل حاجه في المفاوضات، انا بقول 90% عشان ما تجيش تقول لي بعد كده انت قلت خلاص امام عاشور في الاهلي، لا في 10% تعرفش اللي يحصل بكره ايه، احنا تعودنا كده في موضوع الصفقات والتعاقدات. بس دي الحكايه كلها بتاعت امام عاشور. طيب ده امام عاشور. واحد من الاسماء الكبيره جدا في التحكيم المصري، واحد من اهم الاسماء في تاريخ التحكيم المصري، هو الكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام الاسبق. راجل كان عضو في لجنه الحكام بالكاف بالاتحاد الافريقي لكره القدم، وسمعنا او مش سمعنا ده خبر يعني انه الراجل ما بقاش موجود في لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي لكره القدم. طقصنا وعرفنا وفهمنا وشفنا، عرفنا ان الراجل كابتن عصام عبد الفتاح عنده عمل جديد في الامارات. طيب نزعل ولا نفرح ولا نتضايق ولا نعيش الوضع ازاي؟ ما انا لما قريت الخبر اتضايقت انه كابتن عصام عبد الفتاح ما بقاش موجود في الكاف، واتضايقت اكتر انه ما بقاش فيه كمان واحد مصري موجود في لجنه الحكام بالكاف، دايما متعود انه يبقى عندنا واحد مصري في لجنه الحكام بالكاف، وده عودنا عليه الكابتن عصام عبد الفتاح. ايه بقى الحكايه؟ الوضع ايه؟ معانا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام الاسبق من الامارات. يا كابتن عصام منور الدنيا. حبيبي يا كريم انت اللي منور ومنور الشاشه، وكل سنه وانت طيب وشعب المصري دايما بخير. وحضرتك طيب وبخير. انا دلوقتي لما قريت الخبر زعلت جدا ان حضرتك مش موجود في لجنه الحكام بالكاف، هل القرار ده قرار الكاف ولا قرار حضرتك؟ والله هو دوام الحال من المحال يا كريم، فمحدش هيفضل في مكان طول العمر،
ولازم تفكر بشكل يعني يتناسب مع اللي هتقدر تقدمه هنا او هنا او هنا. انا كان عندي ثلاث عروض عشان اكون صادق معاك. عرض من الكاف، الكاف واخد قرار على فكره من فترة طويلة انه يعمل لجنة تحكيم جديدة جديدة يعني ده حقيقة يعني واحنا عارفين اللجنة السابقة عارفين هذا الكلام. كان عندنا في بطولة 20 سنة هنا في القاهرة، بطولة افريقيا تحت 20 سنة، وانا كنت موجود من ضمن المسؤولين على البطولة من الاتحاد الافريقي. وفي هذه البطولة قعد معايا احد المسؤولين الكبار، انا يعني بقول لك حقائق يعني، مش وقال لي احنا عاوزينك في منصب مهم جدا في التحكيم، ان انت تحط الاستراتيجيه وتحط بلانز لتطوير التحكيم الافريقي. فكان العقد ده موجود عندي الحقيقه. ثم جالي عقد كمان في ان انا اشتغل في السعوديه، ثم عقد في دوله الامارات الشقيقه. انا الحقيقه قعدت افكر يا كريم، انا مش من الناس اللي بيقعد طول العمر يشتغل في التحكيم. انا يعني انا قلت حتى لما اوصل ل 60 سنه زي اللي بيطلعوا معاش في الحكومه خلاص كده كويس قوي. انا قبل كده كمان يعني هبطل، يعني قبل 60 سنه هبطل عمل في التحكيم، والواحد يستمتع بحياته مع اولاده الحقيقه، لان طول حياتي سفر كحكم دولي وكمسؤول كلها سفر الحقيقه، وبعدت كتير عن ولادي. فانا هشتغل سنه او سنتين بالكتير في التحكيم الفتره الجايه. فالحقيقه انا لقيت ان عرض دوله الامارات الشقيقه، الحقيقه اللي انا بتشرف الحقيقه وبشكر اتحاد الامارات على الثقه الغاليه دي، هو الانسب بالنسبه لي الفتره الجايه. فاخترته، واخترته ليه؟ لان الحقيقه انا الناس دول الحقيقه اشتغلت معاهم من 10 سنين، برضو كنت مسؤول الفني المدير الفني للجنه الحكام، وتجربتهم كانت طيبه جدا وعملنا شغل رائع مع بعض. فهم ناس عندهم نيه غير عاديه في تطوير التحكيم الحقيقه. فلقيت ان المناخ هيكون خصب ويتلائم مع افكاري ان انا اكون موجود فيه. ده بكل اختصار والله يا كريم. طيب كابتن، لقيت ناس بتهاجمني امس. اتفضل. الاطاحه بقى سامعه فات، ايه ده؟ احنا لسه عندنا هذه الاحقاد، لسه عندها هذه. وفي صحفي بقى يا كريم، اتفضل، انا مش هقول اسمه يعني، مش عاوز اقول اسمه على لساني، ده ماسكني على طول. حتى لجنه الحكام الافريقيه اللي فاتت لما بداوا يشكلوها انا كنت موجود فيها، قال لك الاطاحه بقى تبع فتاح. لما اختاروني في اللجنه قال لك لا ده اختاروه وقللوا من امكانياته. معقوله احنا بنتعامل مع اولادنا كده؟ عيب. لما سامع فتاح لما يروح بره لو هنا او هنا ده بيشرفك. طيب كابتن عصام، بس طبعا مفهوم، انا ما كنتش عايز اقطعك، بس طبعا في وسط كلام حضرتك كثير من الاسئله. اول سؤال طبعا هو حضرتك عملك في الامارات هيكون رئيس لجنه الحكام؟ انا المدير الفني للحكام، رئيس لجنه الحكام دايما بيكون عضو في الاتحاد الاماراتي. لكن انا المدير الفني، زي المدير الفني كده للنادي الاهلي، نادي الزمالك، فاهمني يا كريم؟ هو اللي بيعمل الحاجات الفنيه كلها للتحكيم والتطوير والكلام ده. طيب طيب، ليه رفضت العرض السعودي واحنا شايفين الدوري السعودي والامور لا علاقه بتطور كبير في الدوري؟ بالعكس السعودي. انا ما رفضتش العرض السعودي ولا شيء، بالعكس ده هم الناس محترمين جدا، وانا رحت قعدت فتره كمان هناك الحقيقه في السعوديه. لكن بالعكس يعني، انت اوقات في اوقات كده انت بتختار الحاجات اللي يعني اللي انت هتنجح. انت ممكن زي كده انت بتتكلم على مثلا امام عاشور، بتتكلم على اللعيبه، فاللعيب اكيد بيختار المكان اللي هيرتاح فيه. صحيح. المكان اللي ممكن يأدي فيه. فهي دي يعني، زي مذيع بيجيلك اكتر من عرض في اكتر من قناه، فاكيد هيختار المكان اللي هيرتاح فيه، القناه اللي هيرتاح فيها، اللي يقدر يأدي فيها، اللي يقدر افكاره يقدر ينفذها. فهي طيب. تبقى كده يعني. طيب كابتن عصام، حضرتك دلوقتي مش موجود في الكاف حسب ما فهمت من كلامك، برغبه مشتركه هم عايزين يجددوا، وحضرتك برضو ما كنتش حابب تكمل فتره اكبر، فهي رغبه مشتركه، انا فهمت صح؟ هي يا كريم زي انت عندك عروض فلازم بتختار. يعني الناس الحقيقه انا بشكرهم ان هم يطلبوا مني ونقعد معنا. بقول لك كلام يا كريم، كلام هيتحسب عليه. ان انا قاعد معايا مسؤول كبير جدا في الكاس زي ما قلت لك، وان انا استمر في منصب اكبر كمان من عضويه لجنه الحكام، ان انا احط الاستراتيجيه واحط بلان لتطوير التحكيم. وده طيب، مش يبقى اللي انا هفهمه دلوقتي، اتفضل، زي ما بقول لك يا كريم، انت بتختار اللي هيناسبك ايه، وكمان بتحط بقى في الاختيارات مش بس حاجات معينه، انت بتحط كل شيء، المقابل المادي، الناس هيقدروك ازاي، هتقدر تأدي ولا لا في المكان وتنجح فيه ولا لا، فده كله لازم تحطه في حساباتك اكيد يعني. صح. طيب
اتحرك قلت لي في وسط كلامك برضو ان انت عامل بلان او مخطط لفكرة انه سنة او سنتين وتترك العمل في التحكيم، انا كده فهمت صح؟ صحيح صحيح. طيب سؤالي، لو عرض عليك بعد سنتين العمل مرة اخرى في التحكيم المصري كرئيس لجنة الحكام في مصر، هترفض؟ انا خدت قرار يا كريم من شهرين وقلت للاعلام ان انا خلاص مش هشتغل تاني في مصر. محتاجين نغير حاجات كتير عشان نقدر كلنا نشتغل في في في, في العمل الرياضي في مصر. محتاجين نغير حاجات كتير قوي قوي. اعتقد دي هتبقى صعبه، تغييرها هيبقى صعب بصراحه. صدقني والله لان احنا عندنا عقد كتيره في الرياضه في مصر، عقد كتير رغم ان الصح باين والغير صح باين، بس احنا يعني مش عارف اقول لك ايه، انا مش عايز اتكلم على حاجات في التحكيم احنا عملناها تعتبر حاجات صعبه قوي الفتره اللي فاتت. يعني مثلا من ضمن، سيبك مني انا خلاص مش هشتغل تاني في التحكيم، لكن التعاقد مع ماسك كابتن بيرج ده كان جريمه كبيره يا كريم، جريمه كبيره في حق التحكيم المصري، وكل من شارك فيها لازم يتحاسب. انا بكلمك بكل امانه، وده اللي قلته وهقوله، لان ده قللنا كتير قوي في التحكيم. خلي بالك التحكيم المصري ماشي على يعني ايه، عاوز اقول لك يعني ماشي بفضل ربنا وبفضل اللجان المصريه، لجان الحكام المصريه حتى الان، لان تطوير فني، تطوير ذهني، تطوير نفسي مش موجود. صعب يعني. حضرتك مش شايف وبرك عمل ازمه كبيره في التحكيم المصري للامانه يعني. عمل ازمه يعني نزلنا كتير قوي، نزل اداء الحكام كتير قوي يا كريم. هل ممكن ان انت تتعاقد مع واحد يقعد لك 3 4 ايام في الشهر؟ هل ممكن تتعاقد مع مثلا ابنك مثلا في الثانويه العامه تديله درس خصوصي مثلا، المدرس ما ادالوش ولا حصه وياخد فلوس، ما ادالوش تدريب عملي في الملعب واحد؟ يعني عارف ده لو احنا بلاد ايه، الواكل واخد زي ما بيقولوا كده، مش مستحيل. طيب سيبك كابتن عصام من الفلوس اللي كان بياخدها وانه كان بيقعد قد ايه، ايه الازمه اللي عملها؟ يعني ايه الازمه اللي انت شفتها اتعملت بشكل واضح؟ انت شفت الازمات، حصلت ازمات كتير يا كريم، والحكام ما كانش فيه تطوير لادائهم. انت لازم تتابع الحكام. عارف خبير اجنبي يعني ايه يا كريم؟ خبير اجنبي يعني مستقر عندك في مصر، عامل بلان بجدول زمني محدد ومعروف، بكره هيعمل ايه، بعده هيعمل ايه، ازاي بيتابع الحكام، ازاي بيتابع الدوري المصري، ازاي بيطور اداء الحكام، لان مش كل الحكام مستواهم زي بعض زي الطلبه كده. بس كابتن عصام كابتن عصام بس طبعا. تسمح لي ويتسع صدرك للسؤال اللي جاي. بالعكس ده بالعكس اتفضل. بس احنا كنا عايشين بازمات التحكيم ديت وقت حضرتك، والوقت اللي قبل كده، والوقت اللي قبل كده، وطول الوقت عندنا ازمات تحكيم بصراحه كابتن عصام. يعني ممتاز. بغض النظر ان كلاتنبرج فعلا انا اتفق معاك انه ما كانش مدينا وقته وشغله و بس برضه ما هي الازمات بتاع التحكيم دي احنا عايشين معاها طول عمرنا تقريبا. كريم. يعني بص يا كريم، وهنفضل نعيش معاها ومش هتنتهي. عارف ليه؟ لان التحكيم اضعف حلقه. هات لي نادي في تاريخ مصر خسر بطوله وقال ان هو اللي خسرها لان اداؤه وحش او المدرب بتاعه كان وحش. مستحيل. مستحيل. اسمع، ما فيش نادي بيتحمل مسؤوليه اخطائه هو، بيحملها دايما للتحكيم. انا بقول لك بامانه، على الرغم فترات قليله في تاريخ الدوري المصري، قليله جدا، اللي خد الدوري خد النتيجه الخطا تحكيمي، ما تجيش دوري او دوريين مثلا. صدقني. انما غير كده اللي هبط لانه يستحق انه يهبط، واللي خد بطوله خد بطوله لانه يستحق ياخدها، ولكن عمرنا بنعترف ده. مين الحلقه الاضعف؟ التحكيم. عاوزين نطور تحكيم يا كريم، لكن لجنه الحكام تبع اتحاد الكره، لكن تكون مستقله ويكون بيديرها ناس اقوياء على اعلى، ويسيب الناس تشتغل. يعني ايه يا كابتن عصام مستقله؟ يعني ايه مستقله؟ يعني ما فيش اي حد يتدخل في عملها. يعني نوفر لها الامكانيات لتطوير التحكيم. وانت كنت موجود، كان في حد بيتدخل في عملك؟ لا طبعا. ما كانش في حد بيتدخل في عملك؟ لا 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 طبعا. لا طبعا. بس كنت بتحمل حاجات كتير قوي. لان في انديه كانت بتكرهني، انديه مش عاوزاني، انديه فاكره لحد دلوقتي ومفهمين الاعلام ان انا عدو ليهم، والعكس تماما. العكس تماما. تماما. انا براعي ربنا في كل حاجه، بنخطئ ونصيب اكيد. كان عندنا بعض الاخطاء ده اكيد، ولكن هي اقل الاخطاء على الاطلاق. وانا اقدر اقول لك الاخطاء اللي حصلت وهي لا تعتبر كمان اخطاء. زي ايه؟ شوف بقى كمان زي ايه يا كابتن؟ زي ما احتواء مثلا.
طلع حتى دي مش لجنه الحكام اللي قالتها، ده اللي قالها طبعا الحكم الكبير طبعا كابتن محمد عادل. محمد عادل بعد مباراه الاهلي والزمالك، لو تتذكر يا كريم بعد مباراه الاهلي والزمالك الجميع بلا استثناء في مصر اعلام وقنوات مرئيه ومسموعه كله بيشكر في محمد عادل في انه اداؤه كان رائع. صح. طلع بعد 5 أيام مع الكابتن احمد شوبير وقال هذه الكلمه، قامت القيامه، قامت القيامه، واللي كان بيشكر فيه بقى رغم على الرغم مع احترامي ان ملف التحكيم ده اللي بيفهموا فيه في مصر قليلين جدا جدا جدا، اذا كانوا من اسس التحكيم او بره التحكيم. صدقني انا بقول لك الحقائق، لان احنا عندنا عندنا محاضره في التحكيم اسمها الماتش مانجمنت، اداره المباراه. اوقات بنطالب الحكم الذكي انه في وقت معين ما يديش انذار رغم انه ده مستحق عشان ما يفسدش المباراه، وفي وقت معين يحسب فاول رغم ان هو مش فاول عشان ايضا ما يفسدش المباراه. اللي انا بقوله ده يفهموا الناس اللي هم خبراء في التحكيم، اللي بيفهموا في التحكيم، لان دي محاضره من اهم المحاضرات. فلما الراجل قال هذا اللفظ يا راجل اعدمناه على الرغم، عشان اكون شاهد على العصر، لو احنا جبنا كل الحكام اللي حكموا للاهلي والزمالك كل حكام الاجانب فكان محمد عادل من احسنهم في هذه المباراه كاداء. طب كابتن عصام انت بتقول لي ان دي من الاخطاء، من الاخطاء كلجنه انت ما هي اخطاء اتمسكت علينا. دي اخطاء اتمسكت على اللجنه. عشان انا لما طلعت دافعت عن محمد عادل كان ناقصين يرجموني بالحجاره رغم ان انا فاهم بقوله ايه، مع احترامي للجميع. طب انا خبير يا جماعه بالمناسبه افهم كل حاجه في التحكيم. واحنا اللي بنطور التحكيم في دول كتير في العالم، احنا خبراء الفيفا. انا بروح احاضر في كل حته في اماكن كتيره في العالم. يعني عارفين كل يعني عندنا ابديت لاحدث شيء في التحكيم يا كريم. فانا لما اتكلمت الناس فكروني ان انا جاهل، يعني بالعكس ده حتى الناس من المحللين التحكيمين اللي جم على محمد عادل اصلا ما كانوش فاهمين. خد مني اللي انا بقوله لك، انا بقول طيب لك حقائق. بالمناسبه على جنب مش هرجع تاني. الناس بتفتكر ان انا عاوز ارجع تاني، مستحيل هرجع تاني التحكيم المصري. خلاص دي فتره، وبالعكس انا بشجع كل الناس الصغيره ان هي تيجي تتولى، بس بتمنى منهم ان هم يثقفوا نفسهم. مفيش يجي رئيس لجنه مش مثقف، يجي رئيس لجنه مش محاضر، يجي رئيس لجنه مش اداري، القصه مش عنتريه. عاوزين ندعم ولادنا بس نسكلهم الاول. طيب نسكلهم. طيب كابتن عصام، بالمناسبه بمناسبه ذكر الكابتن محمد عادل، ده من المرشحين لمباراه القمه القادمه يوم الخميس ان شاء الله، حكام مصريين طبعا هم اللي هيديروا المباراه، بس الكابتن محمد عادل الكلام انه مستبعد من الترشيحات، لو انت كنت رئيس لجنه كنت هتستبعد الكابتن محمد عادل ولا ممكن تخليه يدير مباراه زي دي؟ مستحيل ابقى استبعده. مستحيل. عارف ليه؟ انا ما بتاثرش بالناس. لان عارف ناس كتيره مش على حق، وناس بتستغل الاعلام وضغوط مش على حق. انا كنت هرشح الافضل، يعني هختار الافضل، لو 5 مترشحين هختار الافضل اللي ينجحنا احنا وينجح التحكيم، مش هجامل حد. لو محمد عادل او البنا او ابراهيم نور او احمد الغندور او محمد اي وات ايفر او الحنفي وات ايفر، الافضل هو اللي هيترشح. ما انا بص انا كان يعني ما بسمعش للاعلام ولا لاي حد، وكانت ضغوط رهيبه. بس الواحد خلاص يعني يعني خد على هذا الجو يا كريم، صدقني يا كريم والله بقول لك بكل امانه، لو عاوزين نصلح التحكيم لازم نقويه، ولازم تبقى اللجنه مستقله ومحدش يتدخل فيها، ولازم المسؤولين يكونوا اقوياء يتحملوا الضغوط. احنا عندنا مشاكل كبيره قوي يا كريم، بس انا مش هقدر اتكلم لاني خلاص وبعد ما بخرج ما بتكلمش، انا بتكلم في خطوط عريضه لازم نعملها عشان نطور التحكيم المصري. طيب كابتن عصام، هو وقته، انا عارف ان انت بره دلوقتي وانت يعني، بس انت دلوقتي انت بالنسبه لنا انت الريفرنس، انت اللي هنرجع له ونعرف ايه المشاكل اللي عندنا، خلاص انت بره دلوقتي انت مش جوه اللجنه، بس احنا ليه انت قلت لي خلاص جزئيه فكره المعاناه من اخطاء تحكيميه لها علاقه بالضغوط والاعلام وخلافه، تمام؟ بس برضه احنا بنحس يا كابتن عصام ان الحكام في ارض الملعب احيانا يعني، وبرضه ابقى امين نقولها قليله، ما يبقاش فيه قوه شخصيه واضحه، بيبقى في اخطاء احيانا بتبقى غريبه شويه، بيبقى في مراجعه للفار خاطئه، يعني حتى لما الحكم يبص على الفار بياخد قرار خاطئ، في حاجات عندنا اكبر شويه من اللي بنشوفها في اوروبا، يعني دايما انا من الناس، انا من الناس اللي دايما بتسبورت الحكم المصري، مش مع برضو الهوجه اللي هي بتاعت ايه تعالى نهاجم الحكام وخلاص، بس في اخطاء ما بتبقاش مفهومه. يا كابتن عصام اتفضل. ممتاز يا كريم. احنا دينا تقريبا يا كريم سنه قول للحكام اتعلموا ايه؟ خدوا كم معسكر؟ خدوا كم محاضره؟ اتعمل لهم كم تدريب عملي؟
خلينا نكون واضحين، هات كده جدول كده من ايام مارك كاتنبرج هتلاقي مفيش. صعب يعني، صعب بلد كبيره وعندها خبير اجنبي. انا بتكلم على ايام مارك لسه الراجل، على فكره بريرا قال لي انا مش هتدخل في اي حاجه مع بدايه الموسم الجاي. قعد معايا وقال لي كده، والراجل انا طلب مني ان انا اساعده، قلت له تحت امرك في اي شيء اعمله لولادي، وده التحكيم اللي عمل لي وعمل اسمي. قال لك قال لك مش هتدخل حاجه في الموسم اللي جاي. رائع. اللي انت قلته ده مظبوط 100%. ليه؟ لان يا كريم انت عندك ابن وانا عندي ابن. ابني انا بروح المدرسه كل يوم وبيحضر الدروس وبيحضر الامتحانات، لازم هيطلع من الاوائل. لكن وقت ابنك ما بيروحش خالص، اكيد هيسقط، اكيد هيبقى عنده اخطاء كتير، اكيد هيبقى عنده ملاحق. واحد واحد اثنين في التحكيم. فده السبب الرئيسي ان التحكيم المصري نازل بشكل غير عادي. الحقيقه ان الاهتمام بالنواحي الثقافيه والتدريبات العمليه اللي هي كل العالم بيعملها دلوقتي، واللي هي اهم شيء في الدنيا في تطوير التحكيم، ده اللي احنا ناقصنا ديننا اكتر من سنه. طيب بكلمك بكل امانه والله. طيب كابتن جهاد، احنا ليه مش موجود لينا عضو في لجنه التحكيم في الكاف دلوقتي بعديك يا كابتن عصام؟ عفوا والله انا ما بعرفش يعني ليه مش موجود من مصر حد في الكاف، ولكن ان شاء الله ممكن يكون لنا في القادم. عشان كده بقول لك لا، معلش يا كابتن عصام، معلش يا كابتن عصام، لا كابتن، واحده في الفيفا. كابتن عصام عشان يديهم سبورت ويكونوا اعضاء فريق حكام في الكاف. طيب كابتن عصام، واحده معلش، هل دلوقتي انت بتقول لي انه ما بقاش عندنا كوادر في التحكيم في مصر غير الكابتن كابتن عصام عبد الفتاح بس؟ لا ما قلتش كده ولا اقدر اقول. بالعكس، عندنا كوادر كتير. عندنا كوادر كتير، بس لازم نقف معاها وندعمها. بالعكس، لان انا لما اقول لك كده هبقى انا كنت فاشل في فترتي. يعني ما عملتش كوادر اتحاسب على ده. بالعكس، احنا عندنا كوادر وعندنا ناس كويسه جدا. بس ازاي نستفاد بيهم وازاي نلمعهم وازاي نرشحهم للمناصب دي، ده المهم يا كريم. انما ابناء التحكيم مهمل يا كريم. طيب. انا دلوقتي جبت سيره الكابتن جهاد جريش عشان كان في سؤال في دماغي قلت اساله لك في الاخر. كابتن جهاد كان معايا في مداخله قريب وقال ان الكابتن عصام عبد الفتاح وقف قدام ان انا ابقى محاضر دولي في كورس تقريبا هيتعمل، والكابتن عصام عبد الفتاح شال اسمي من الكورس دوت. هل فعلا حضرتك تعمدت ان الكابتن جهاد جريش ما يبقاش موجود رغم ان سؤال؟ اتفضل. سؤال رائع. اتفضل. سؤال رائع، وعمري ما رديت على مثل هذا السؤال. انا مره بس غلطت وحلفت بالطلاق مره، بس مش هحلف احلف بحاجه اكتر من الطلاق. اقسم بالله العلي العظيم، اللي اتعمل لجهاد جريشه ما اتعمل لاي حكم في تاريخ مصر. انا بس هقول لك شويه حاجات من الاخر للاول، مش كل الحاجات لان في عشرات الحاجات. جهاد جريشه في كاس الامم اللي كانت موجوده في مصر، اللي احنا خرجنا من دور 16 ضد جنوب افريقيا، كان موقوف من الكاف من لجنه الانضباط. طبعا فتح اللي راح دفع 3000 جنيه من جيبه عشان نعمل استئناف بعد اتصالات مع المهندس هاني بوريده اللي كان له دور كبير. وعملنا دفعنا 3000 دولار، وكان في ساعتها اجازات للبنوك وقصه، ولقينا بنك بالعافيه في 6 اكتوبر دفعنا الفلوس. انا خدت الفلوس من الاتحاد بعد كده. للامانه يعني خدتها بعد كده. وبعد كده خدت جهاد جريشه من ايده ورحت لاحمد رئيس الاتحاد الافريقي في سويت 1500. شوف انا فاكر في الماريوت وخلصنا الموضوع. حتى الراجل قال لي زي ما قال لي ايه، تعمل اقرار على نفسك انه ما يغلطش تاني. قلت له مش هيغلط تاني. وخدته ووديته على كاس الامم، وديته على فندق تريانف اللي كان فيه معسكر الحكام الافارقه ودخل البطوله. دي واحد. في البطوله دي جهاد جريشه كان هيمشي من الدور الاولاني. قعدناه ومشينا امين عمر. انا بقول لك حاجات اسرار. ومشينا امين عمر. رئيس لجنه الحكام كان سليمان وابري وقتها، كان عضو في مكتب التنفيذي، هو دلوقتي نائب رئيس الاتحاد الافريقي ويمكن يسمعنا. وكلام مسجل على لساني. قال لي عصام هيقعد جهاد وهنمشي امين، ماشي، ولكن هدي له حكم رابع في النهائي. كلمت مع المهندس هاني بوريده، ما ينفعش، ده مصر خرجت من البطوله، على الاقل نديله الثالث والرابع، ده البطوله في مصر. تمام. والله العظيم زي ما بقول لك، عيني لجنه الحكام من ورايا، عينوا إريك إتوجو. أنا بقول إن زمايله المصريين عارفين اللي أنا بقوله ده. كلام حقيقي، مش بقول. عينوا إريك إتوجو من الجابون، ونزل على موقع الاتحاد الأفريقي إن هو اللي هيحكم الثالث والرابع. رحت للمهندس هاني بوريده وعمل اجتماع مصغر ما بين أحمد والمهندس هاني وسليمان وبري. بقول لك أسرار. أسرار. وتم تغيير إريك إتوجو وحطينا جهاد جريشة، وكان هيلعب في النهائي محمود ابو الرجال، هيلعب النهائي حول الله، خد جنب النهائي ولعب مع جهاد في الثالث والرابع. سيبك من دي بقى. سيبك من دي. ارجع لماتش الزمالك والمقاصه.
مين الوحيد في مصر اللي وقف مع خالد جريش؟ يا ريت تساله. مصر كلها حتى اتحاد الكره كان بيهاجم، حتى كان عاوزين يشتروه بالقايم. انا الوحيد اللي وقفت معاه وقلت ان العالم كله وكل حكام العالم ممكن يغلطوا. ايه المشكله؟ و و تخلي بالك الدوري توقف حوالي 3 شهور او 4 شهور بسبب الحاله دي. كده كتير عيب. عيب. اللي اتعمل مع هاد جريشه ما اتعملش في التاريخ لاي حد. انا بقول لك هقول لك على شاهد كمان غير حكام مصر. في المعسكرات كنا بنتكلم في هذه المواضيع قدامه في بورسعيد على اللي اتعمل له. يا ريت تسال انت بشكل شخصي المهندس هاني بوريد، قول له عصام عبد الفتاح كان بيعمل مع حضرتك ايه لجهاد جريشة. عيب. 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 انا راجل صعيدي ومتربى على طبيعه ابويا وربنا بيكرمني، عارف ليه يا كريم؟ بيكرمني لاني بخاف ربنا. بخاف ربنا. كابتن فهذا الكلام عيب. كابتن عصام انا بتمنى لك كل التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله مع الاتحاد الاماراتي كمدير فني للجنه الحكام في الامارات، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله كابتن عصام فتاح رئيس لجنه الحكام المصريه الاسبق. مداخله كانت مهمه فيها كثير من التوضيحات. نزعل طبعا انه كان في مصري موجود في لجنه الحكام بالكاف، ما بقاش موجود دلوقتي وما بقاش في واحد مكانه. ان شاء الله الامور الجايه تبقى احسن. نيجي بقى للملحمه اللي بتحصل في المغرب دلوقتي، نرجع لها تاني. منتخب مصر قدر يوصل مع المنتخب المغربي للوقت الاضافي، مباراه في الوقت الاصلي الان انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. احنا بنلعب، بذكرك بنلعب ب 10 لاعبين من الدقيقه 16 مباراه، اكنك بدايه المباراه من الدقيقه 16 من الدقيقة 16 اطرد محمود صابر، والمنتخب المصري يكافح أمام المنتخب المغربي القوي على ملعبه وسط جماهيره، وصلنا للوقت الإضافي. اللي أقدر أعمله دلوقتي وأنا قاعد معاكم على الهواء وحضراتكم تعملوا معانا، إن إحنا ندعي إن اللعيبة تقدر. أنت بتتكلم في آخر مباراة في البطولة، بتلعب كل يوم أو كل 3 أيام مباراة تقريبا، مجهود بدني كبير جدا ورايح لوقت إضافي ب 10 لاعبين. صعبة. سيا ملحمة ورجالتنا قدها إن شاء الله. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. هيشرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن أمير عزمي مجاهد مدرب نادي الزمالك الأسبق. خليكم معي. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره الكابتن الكبير كابتن امير عزمي مجاهد المدير الفني الحالي لفريق السكه الحديده المدرب العام السابق لنادي الزمالك. يا كابتن امير منور الدنيا. حبيبي يا كريم، كل سنه طيب. وانت طيب يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، كله حلو، كله تمام. تيجي نبدا بالسكه الحديد الاول. نبدأ على غير العاده يعني، عشان ما نقعدش نتكلم في الزمالك والاهلي من الاول. يعني السنه اللي فاتت او السنه اللي خلصت يعني عملتوا موسم معقول جدا، وكنتوا لحد فترات قريبه كنتوا قريبين من القمه، وما وفقتوش في الاخر. الموسم اللي جاي هيبقى فيه ايه؟ والله الموسم اللي جاي موسم صعب. انت الاول مكمل معاهم الموسم اللي جاي؟ ان شاء الله مكمل. مكمل باذن الله. هي. وطبعا بشكر مجلس اداره طبعا على الثقه دي. والموسم اللي جاي يمكن موسم صعب، اللي انت دوري محترفين، الامكانيات طبعا هتبقى لازم، محتاج امكانيات اكتر، محتاج لعيبه بنوعيه خاصه، اللي انت خلي بالك برضو المسافات هتبدا. انت كنت بتلعب في مجموعه القاهره، المسافات قريبه، لا الوقت انت في طيران وفي مسافات بالباص طويله، ممكن تلعب ماتشين في الاسبوع، اللي انت هتلعب 20 فريق يعني اقل حاجه يبقى 38 اسبوع او 39 اسبوع. فالدوري يختلف طبعا. الصرف في الدرجه الثانيه بقى عالي برضو زي الصرف بتاع الممتاز. والله بص يا كريم، كان فرق وفرق. يعني فرق وفرق، يعني في فرق بتصرف بفلوس كتير جدا، لكن السنه الجايه لازم اللي عايز زي ما بيقولوا ينافس. انت السنه دي زي ما قلت لك امكانيات الفرق اللي هتبقى موجوده، في فرق كتير عندها امكانيات ماديه كبيره. فالطبيعي انا شايف لما تيجي الدعم انت لازم تدعم فرز اول زي ما بيقولوا، لكن انت لو امكانياتك الماديه مش حتى ممكن بيبقى فرز تاني وفرز تالت. فالاستثمار او القوه الماليه دلوقتي بقت بتتحكم في تكوين فرق، في اللي انت تجيب لعيبه تشيلك، في لعيبه عندها شخصيه، لعيبه عندها خبرات. فالموضوع السنه دي هيبقى صعب جدا على الفرق كلها، اللي انا بقول لك دوري هيبقى اول مره يتعمل متذاع، بتلعب كانك دوري ممتاز، فالموضوع يختلف. انت مع فكره الدوري المحترفين دي ولا
طبعا انا مع فرق مع الفكره دي، لكن اللي انا بقوله اللي انت النهارده قبل ما تقدم اي بروجكت لازم بتبقى عارف انت بتقدمه ايه المطلوب فيه. بمعنى انت النهارده السنه اللي فاتت قلت اللي فيه دوري محترفين، الطبيعي النهارده انا كراجل مدير فني مثلا بكون فرقه دلوقتي، انا مش عارف عدد المحترفين هيبقوا محال هيبقوا 2 زي ما هم او 3 او 4 الاجانب ما تعرفش حاجه ما تعرفش طب انا عايز اشتري، انا عايز اكون فرقه. ده اللي بتكلم ده اللي بتكلم فيه. انت فاهم قصدي؟ الحاجه الثانيه النهارده انت قلت السنه اللي فاتت اللي هيبقى 3 فرق هيصعدوا دايركت الممتاز، بعد انتهاء البطوله قال لك لا ده التالت هيلعب مع الاربعه من الممتاز ب ويطلع دوري ممتاز. مفيش حاجه اسمها اللي انت النهارده ما بتحط مسابقه انت بتبقى عارف عامل المشروع كله بلوائح وبكذا بكذا كذا، لكن انت بتعمل الحاجه الاول هنا وبعد كده بتبدا تغير. تعدل في البتاع. فمفيش كده مفيش كده في الكوره. انا بكلمك بامانه يعني. انت عندك حق 100%. انت اديني حاجه واضحه بالزبط. وانا همشي عليها حتى لو مش قابل. بالظبط. انا النهارده كريم انا بكلمك قبل الهوا. انا النهارده سي هديك مثال برضو. انا النهارده مثلا ببدا في تكوين فرقه فهبص على لعيبه الدرجه. فانا ممكن النهارده اكون فرقتي مثلا في اسبوعين او 3 اسابيع والدوري الممتاز ما خلص. طب الدوري الممتاز لما خلص هتلاقي لعيبه ممكن بتمشي من انديتها. طب هتنزل لك. طب الفرق اللي سكنت. طب انت هتعمل ايه؟ عشان كده في لعيبه كتير للاسف من الدوري الممتاز بتنزل تبطل او ما بتلاقيش حته بتبطل او بتتعامل من دلوقتي ولسه شغاله فوق. بالظبط. ده اللي بتكلم فيه. مشكله تانية اصلا. مشكله. فهي كلها الدنيا. الحاجه بقى الاخيره اللي انا عايز اضيفها برضو، هل انت النهارده الدوري ده انت وفرت للانديه حق رعايه؟ اللي خلي بالك في انديه الموضوع هيبقى صعب عليها في المصاريف. انا زي ما بقول لك يعني انت بتتكلم في مجموعه القاهره، انت المسافات بتروح مثلا سي بتلعب بتروجيت ربع ساعه، بتلعب وادي دجله تلت ساعه، المسافات قريبه. لكن انت النهارده التكلفه بتاعه السفريات والاقامه والحاجات دي، فكل ده هيبقى ضغط على الانديه في حته الفلوس. فهل انت النهارده اتفقت مع الانديه هنوفر لكم حق رعايه بحيث ان الانديه ما تجيش في نص الموسم يقول لك احنا معناش والله احنا مش قادرين مش قادر اسافر اصلا؟ دي اللي بكلمك فيه. انا مع التطور وانا بطالب. والحاجه الثانيه مش الانديه النهارده رجعت تقول لك ايه لا احنا مش عايزين دوري ممتاز دوري محترفين. طب انت لعبت ليه من الاول؟ انت فاهم قصدي؟ انا معاك برضو. انت لعبت ليه من الاول؟ انت وافقت. انت وافقت بالظبط كده. لا انت من الاول ما كنتش توافق، لكن انت وافقت. ما وفقتش ده في الكوره طبيعي. صح. هتلعب ممتاز بيه وممكن تصل. فزي ما بقول لك انا نفسي بس لما تيجي تحط مشروع او تطوير لمسابقه تبقى دارس الحاجه بحيث ان الناس تبقى قدامها هي عارفه هتعمل ايه. لكن انا زي ما بقول لك لحد النهارده انا مش عارف اعمل ايه. او مش عارف النهارده انا بتكلم مع لعيبه اجانب، طب انا النهارده هلعب باثنين ولا هلعب بثلاثه ولا هلعب اروح اشتري اربعه بقى كده تقول لي اثنين بس؟ ده اللي بكلمك فيه. هل النهارده ال 2001 و 2002 هم رايحين المفروض الاولمبياد؟ هل انت هتخلي الخمسه دول تحت السن زي 99 ولا هل ولا فوق السن؟ ولا يفرق كله ده لحد دلوقتي انت لحد دلوقتي انت ما بتعرفش. هل النهارده الاجانب القرار اللي انت خدته السنه اللي فاتت الاجانب اللي تحت، هل اللي انت متاح ليك ان انت تشتري اجانب تحت السن ولا هتلغي القرار؟ زي مثلا سامسونج مثلا في الزمالك مواليد 2002 وفي لعيبه كتير في الدوري الممتاز واللي هو الراجل التونسي بتاع النادي الاهلي خلصته. هل النهارده الانديه دي هتكمل وما ينفعش تشتري في الموسم الجديد؟ فكل دي حاجات هي دي اللي بتعمل لك اللعبكه وهي دي اللي بتعمل لك اللي الناس ما تبقاش عارفه حاجه للاسف الشديد. عندك حق. النهارده الزمالك عمل ماتش حلو قوي. الشوط الثاني. الشوط الثاني برافو عليك. الشوط الثاني يعني الفرق الفكره في الزمالك انه بدا يعرف يرجع، يعني الزمالك لحد فتره قريبه لو كان دخل فيها هدفين كان الامور خلصت. صعبه. الزمالك النهارده عرف يرجع في الشوط الثاني في على مستوى الاداء، على مستوى النتيجه رجع مع نهايه الشوط الاول. شايف الزمالك مش النهارده بس، الفتره الاخيره عامل ازاي؟ بص يا كريم، انت عارف ان انا ساكن قدام نادي الزمالك. يعني بالفرق بيني وبين النادي دقيقتين. ففي وقت من الاوقات انا من نوعيه المدربين اللي بحب بتفرج هنا وبشوف هنا وبشوف المدارس. اما بيتاح وقت بنزل بتفرج على التمرين. تروح تتفرج على التمرين؟ بروح الساعه 8 الصبح. هايل. فاهمني؟ برضو ساعات ممكن بيراميدز برضو بروح اتفرج اشوف باتشيكو. يعني انا بحب اجمع واشوف ثقافه المدربين المختلفه. ما بتعديش على الاهلي؟ لا طيب انا قلت بقى انت بتلف قلت بتعدي على الاهلي ولا حاجه. فانا لما بروح الراجل خلي بالك اولا عاجبني علاقته باللعيبه بيبان في التمرين. اللعيبه فعلا تحس اللي مرتاحه مع الراجل والراجل في التمرين. انا بحب نوعيه المدربين اللي بتشتغل بايديه. يعني في مدربين فنيين بيحط رجل على رجل والمساعدين هم اللي بيشتغلوا، لا الراجل ده بيجري في التمرين. يعني تلاقيه بيجري هنا وبيجري هنا وبيروح. فعاجبني العلاقه اللي عملها مع اللعيبه. حلو. واما اللعيبه تبقى مرتاحه نفسيا مع مدير فني تقدر تطلع منه حاجات كتير. عشان هو كمان بيدي ادوار شويه معقده وحاجات مركبه كده. مركبه. حلو. مركبه دي بالظبط. ادوار مركبه جدا، فانت لازم اللاعب يكون مقتنع بيك جدا عشان يعرف ينفذها بالظبط. ف
دي ممكن انا شايفها. انت ما بتكلمش على الجانب الفني، انا بتكلم دلوقتي على الجانب النفسي. وده فارق جدا وباين في لعيبه نادي الزمالك. حلو. الحاجه الثانيه اللي الراجل، احنا عندنا مشكله في مصر يا كريم، اللي الحركه بدون كوره. يعني انت لو تتفرج على الدوري هتلاقي لعيبه ممكن بتتمشى، لعيبه ما بيتحركش غير ما الكوره تجيله، والراجل عايز ناس بتتحرك كلها. بص تمرينه كله هتلاقي اللعيبه بتتحرك من غيرك، ما فيش حد بيوقف. يعني تلاقي كله حتى لو معكش الكوره بتتحرك. فانت النهارده نادي الزمالك، انا حتى لما رحت ماتش المقاولين في الملعب في لامركزيه بشكل كبير جدا في الملعب. فانا خلي بالك لعيبه المقاولين قعدت اول تلت ساعه اول 25 دقيقه تايهين، مش عارفين هيضغط هنا ويلاقي واحد زياده من هنا. فاللامركزيه والحركه بدون كوره دي اللي عامله شكل النادي الزمالك. انت النهارده الشوط الاولاني لما العمليه دي كانت قله شويه الاستحواذ راح منك. مع الشوط الثاني لما نزلت لعيب الكوره، وده مش بقلل من الناس اللي لعبت الشوط الاولاني، بس هي بتبقى بعد في فروق في اللعيبه. انا النهارده لعيب كوره بقدر اعمل استحواذ، اشتغل بحط الباص كويس، عندي حلول. وفي لعيبه ممكن ادوارها اللي هي دفاعيه بتدافع وتسلم اقرب واحد ليها. لما نزل النهارده فتوح الشوط الثاني مع شيكابالا مع عزيزو مع ده، الوضع اختلف جدا. اللي دول لعيب الكوره. الحاجه الثانيه بيتحركوا كويس قوي، بيتقلوا على الكوره، اداك استحواذ في نص الملعب بشكل كويس جدا. عشان كده شكل نادي الزمالك اتغير. طريقته انا معجب بيها، لكن نادي الزمالك بيعاني في الطريقه دي في حاله واحده، في اي كوره مرتده بتتلعب طويله على السرد باكين. ليه؟ اللي معظم الناس بتبقى طايره، فعلى طول هتلاقي مواقف واحد ضد واحد، وده شفناه النهارده في الجون الثاني بتاع احمد عاطف. الكوره اترمت، الراجل بسرعته قدر يتحرك، فهي الطريقه هجوميه بحته. لكن لازم يبقى في جرس انذار قبل ماتش الاهلي اللي انت هتلاعب النادي الاهلي، هتلاعب بقى سرعات وهتلاعب لعيب الكوره، فحذاري في الطريقه دي. اللي اي كوره طويله بتتلاعب مرتده او تحول ترانزيشن بيبقى الموضوع صعب جدا على ديفنس نادي الزمالك. طيب ايه اللي عمله اوسوريو في فتره صغيره جدا؟ انت لو تفتكر اوسوريو اول ما جه الزمالك بدا الناس اصلا يقولوا هيمشي امتى، صح، ومفروض يمشي اصلا، صح. والزمالك اخطا في اختيار المدرب، والان في اقتناع كبير باوسوريو. ايه اللي قدر يعمله في فتره قصيره؟ خد بالك وانت راجل مدرب انك تيجي في نص الموسم وتيجي في وضع سيء جدا وتغير سيستم لعب وعندك غيابات وعندك مشاكل في الفريق، كل ده ازاي قدر اوسوريو يسيطر على كل ده؟ بص هو يعني انت لو مكانه كنت هتعمل ايه عشان تلم الدنيا كلها؟ لا انا اكلمك، انا 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 بكلمك يعني ما بلفش، او هكلمك بالطبيعه. الطبيعي لو واحد جاي مدرب جاي في نادي الزمالك في التوقيت ده، اللي انا دخل خطه جديده وسط الموسم صعبه جدا. اعتقد انت اختلفت معايا. طبعا انا بكلمك يعني بصراحه. يعني انا من الناس اللي قلت كده برضه، وانا انا طبعا قلت انت جاي الوضع صعب، ما تقلفش قوي وما يعني هبص الدنيا. كل مصر قالت كده طبعا، لكن هي بترجع برضه خلي بالك. يعني الراجل ده انا لما دخلت عملت سيرش عليه، الناس بتستغرب في حاجه، اللي ساعات مثلا بيلعب ان داي باك ليفت، هو كان بيعمل كده في المنتخبات اللي كان مثلا ممكن الفيرو يلعب باك رايت، وعنده ما عندوش مشكله في القصه دي. لكن هو جازف او راهن على حاجه ممكن الناس في الاول قلقت منها طبعا. لكن انا النهارده ببقى مدرب عندي قناعه بطريقه معينه وبشكل معين، وابقى محضر اللي الفرقه دي هتمشي بالطريقه دي، والمصابره اللي هو فيها واستحمل ضغوط ونقد وبتاع، لا انا شابوه ليه بصراحه. اللي انا بكلمك انا النهارده انا لو جيت النهارده زي عم 4 3 3 3 4 3 والعب بتاع، انا اول اربع ماتشات لاوسوريو قلت 100% ده لو كمل الموسم هيبقى كل الناس قالت يبقى يا بخته هناك. كل الناس قالت كده، بس هي بترجع كريم برضو المدير الفني اما يبقى عنده قناعه بحاجه وواثق من نفسه انه هيوصل لها. يعني اقول لك على حاجه، ما فيش مدرب جه لعب فتوح في نص الملعب مع احترامي، يعني فتوح بقى له 5 سنين في الزمالك ولا 6 سنين باك ليفت، احيانا بيلعب هاف مثلا مع عبد الشافي كان بيلعب بتزقه قدامه شويه، صح. لكن النهارده لما تجيب لعيب تحطه في نص الملعب، يعني النهارده الناس كلها بتتكلم عن فتوح. ليه؟ اللي الراجل حطه في مكان بينت امكانيات فتوح اكتر. يا راجل انا ما فهمتش اصلا لما حط شيكابالا 8، ما تحطش شيكابالا 8، انت عايز شيكابالا يدافع بالظبط، بتحط زناري النهارده وكانه باك رايت. انت يعني اللي هو كل حاجه اصلا يعني تحس انه مستحيل دماغك تستوعبها. بس في ميزه بقى، انا النهارده لما لعيب النهارده بحس ان المدرب ده عنده فكره وبيديني الثقه وبتنجح بتفرق مع اللعيب. انت شوف النهارده زيزو وشوف شيكابالا. يعني شيكابالا الناس كلها يقول لك اصل شيكابالا ربع ساعه، شيكابالا ثلث ساعه، النهارده شيكابالا بيلعب ماتشات ساعات 90 دقيقه، صح. انت فاهم قصدي؟ ليه؟ خلاص انا المدرب اداني ثقه والمدرب بيعتمد عليا. بتفرق مع اللعيبه كريم. بص المدرب في ايده يخلي اللعيب ده في السماء، صح، يخلص عليه، صح. انت فاهم قصدي؟ صح. هو الحاجه الثانيه برضو، انت رغم الغياب ده الراجل قلبه ميت. ليه؟
انت في الظروف دي كلها بيزق 3 4 لعيبه من 2003 العب. ودي تخلي اللعيبه تبقى مقتنعه بحاجه اللي مفيش حد ضامن نفسه. صح انت فاهم قصدي؟ لا النهارده بيلعب ايشو وعلي اللي هو الفيرود 2003 بيلعب الناس الصغيره حاتم سكر وحاتم سكر ورغم غياباته محمد طارق وحسام عبد المجيد كل دول غيابات والراجل بيلعب عادي وبتاع. فدي زي ما بقول لك بتخلي اللعيب لما تبين المدرب اللي يبين اللعيب اللي في اي وقت انت مش كويس هتقعد وهلعب باي حد وهكسب بتخلي الناس كلها زي ما بقول لك مجهز. كنت بتكلم مع بعض الاصدقاء النهارده وكنا بنتكلم تقريبا شبه الكلام اللي انت بتقوله دوت ان الراجل ده جامد جدا تمام انه مدرب فعلا واضح انه كويس بس قلنا برضو واحنا قاعدين الراجل ده محتاج عدد كبير من اللعيبه طبعا محتاج عدد كبير من التدعيمات طبعا مش قليله يعني طبعا الزمالك محتاج تدعيمات قد ايه؟ انا شايف من 5 لـ6 لعيبه خطوط بقى او المراكز يعني انا 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 دلوقتي مثلا اول 2 موجودين هيبقوا موجودين محمود علاء وأوباما يعتبروا تدعيمات انا شايف محمود علاء لا بعد ما شفنا فترته في الاتحاد السكندري وخبراته وشغال هيبقى كويس جدا هيبقى موجود هيبقى اضافه للديفنس الزمالك محتاج اوباما هيبقى برده انت ما عندكش بتقبلك سنتين او سنه ما عندكش حته 10 في نادي الزمالك الاثنين دول هيبقوا مقوه كويس انت محتاج على الاقل بس انت شايف انه اوباما عارته خلصت هل الزمالك يسوقه بقى ويبدا يبيعه ولا يسيبه لا يسيبه انت شايف انه مفيد يسيبه اصل بص يا كريم انا النهارده اوباما مش موجود طب انا هل معايا امكانيات ماديه اروح اجيب حد لا ما هو اللعيب بتاعي ولعب في الزمالك واما بيبقى في مستوى كويس موجود ليه اجيب النهارده اخش في زي بشتري حاجه مش عارف هتطلع حلوه ولا وحشه انت فاهم قصدي فانا شايف الاثنين دول وجوده مهم جدا انت محتاج النهارده لازم يبقى في بديل لفتوح مع احترام يعني عبد الشافي برده ممكن الفتره دي ما بيروحش التمرين وممكن خلاص ممكن يبقى واخد قرار مثلا ان هو هيبطل او حاجه عبد الله جمعه برضو بعيد عبد الشافي خلاص قال له عبد الله جمعه بعيد فانت محتاج في الحته دي محتاج برضو باك رايت محتاج مع محمود علاء سيرد باك طبعا الونش برضو فترته هتطول شويه محتاج في نص الملعب 6 محتاج 8 محتاج انا شايف الخط الهجوم برضو محتاج واحد مع سيف الجزيري مع ناصر منسي خلي بالك كل ما يبقى عندك في الفرقه في الخطوط منافسه ودكه تقيله كل ما مع الفرقه هيبقى مستوى كويس لكن اللي انا بقوله اللي طريقه الراجل دي مع لعيبه مع 5 6 لعيبه كواليتي الزمالك ممكن يبقى في حته تانية صح عايز اسالك على واحد اكيد بيتسال بنسال عنه طول الوقت وبقاله 3 سنين بنسال عنه زيزو عنده ثبات مش طبيعي في المستوى يعني صعب جدا اي لاعب يمكن في العالم كمان يحافظ على مستوى في 3 مواسم ورا بعض حتى لما بيبقى مش جيد زيزو ممكن ياخد 5 من 10 بس ما ينزلش 2 أو 3 يعني حتى ليه حد أدنى في المستوى القليل زيزو يعني هو ده السؤال زيزو عقلية يعني. عقلية خلي بالك أنا يعني هو حي يرزق يعني أنا أول واحد استقبلته في نادي الزمالك يعني طلعت جبته من على الباب أحمد سيد زيزو وساعتها أنا فاكر ما سافرتش مع الزمالك كان هو وخالد بوطيب لسه أول تعاقدين كانوا في يناير فأنا قعدت مع زيزو ومع خالد بوطيب بحيث إن الفرقة كانت مسافرة عندها ماتش وأنا اللي كنت هو من أول يوم باين بص يا كريم أنا يعني دي بتفرق جدا كان زمان ممكن ما تفرقش عقليه اللعيب والثقافه والتعليم بيفرقوا جدا مع اي لعيب بالذات في 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 الحياه الرياضيه اللي احنا عايشينها ممكن زمان الموضوع عادي لكن مع تطور الكوره وطريقه الخطط وطريقه الحياه واسلوبك في بره الملعب وجوه الملعب التربيه والتعليم بيفرقوا كبير جدا في شخصيه اللعيب طبعا زيزو مميز بالحته دي هو عارف هو عايز ايه هو عارف هو عايز ايه يعني ده من نوع اللعيبه اللي في التمرين هتلاقيه زي ما بيأدي في الماتشات بيأدي في التمرين ما تسمعلوش حس عارف هو بياكل ايه عارف هو بيشرب ايه عارف بينام امتى بيصحى امتى ايه اللي ناقصه يعني اوقات كتير زيزو ده ممكن يكون مريح هتلاقيه في الجيم هتلاقيه بتاع فهي عقليه اللعيب عشان كده احنا عندنا مشكله في مصر اللي ممكن لعيب يبقى موسم عامل كده والامثله كتير جدا والموسم الثاني تلاقيه كده سيادتك عزيزو تحديدا ما انا بقول لك ليه حافظ على مستواه حافظ على نفسه محافظ على نفسه اللي فرق معاه برده اللي والده كان لعيب كوره كان لعيب كوره في المنيا فبرضه اما يبقى والدك في الحته دي بيبقى شايفك من غير ما ممكن انا ابقى اب اللعيب وانا ما لعبتش كوره او لا فرق معاه نصايحه اعمل سوي دي بتفرق كبير لكن هو لو ما تتغرش حافظ على نفسك حافظ على جسمك حافظ على لياقتك البدنيه يا ابني انا لما مش عارف ايه عملت ايه فحصل مشكله فانت حافظ بالظبط نصايح الحاجه الثانيه اللي هو متاسس صح دي بتفرق كريم يعني خلي بالك كلنا بنعرف نلعب كوره بس في لعيب ممكن متاسس صح ولعيب مش متاسس صح فدي بتفرق كتير يعني هو خلي بالك من اكاديميه ام جي اللي هي بتاعه ماجد سامي رئيس وادي دجله وكده لعب في وادي دجله طلع ليرس بتاع فمتاسس صح فدي فرقه معاه كتير جدا فزي ما بقول لك هي عقليه من لعيب للعيب يعني في لعيب في لعيبه كريم بيجي لها فرص تحترف بره وتلاقيه بعد اسبوعين انا راجع
انت فاهم. ودينا انا يعني انا امام عاشور انا بحبه جدا، انا بكلمك بامانه. ولاعيب فعلا ممكن الاحتراف يبقى في حته تانية. وانا خلي بالك يعني انا شايف ان امام عاشور ده لو كمل في الاحتراف وغير من عقليه ممكن يبقى في حته تانية. لكن انت ليه النهارده فرصه بتجيلك وفي لعيبه كتير بتحلم بيها؟ صح. انت رحت النهارده اول ماتش ليك لعبت قدام سبورتنج لشبونه في كاس مؤتمر او كاس بتاع وسجلت وبتاع، لازم يبقى عندك شويه جلد. انت النهارده في لعيبه بتحلم بالاحتراف ما بيجيلهاش فرصه، وفي لعيبه عاليه جدا بتبقى هتموت اللي هي تحترف. فانا نصيحتي ليه، شوف انا منتمي للزمالك اهو، واقول لك لا انا نفسي يرجع الزمالك، لا انا نفسي هو يكمل بره. اللي هو برده عنده امكانيات جامده جدا، بس انا بقول لك بتفرق عقليه من لعيب للعيب. طيب لو هو امام عاشور متاح، انت اكيد متابع كل الاخبار ومتابع اللي بيحصل، متاح للماركت في مصر، الراجل هيرجع. وانا فكره بتفق معاك، لو على النصيحه كان المفروض يكمل في اوروبا، نفسنا اللعيبه اللي يروح اوروبا يفضل في اوروبا ما يرجعش. بس بما انه بقى متاح في السوق المصري، احنا بنتكلم على زمالك واهلي وبيراميدز، الكلام انه الزمالك ما دخلش او ما قدمش عرض رسمي، بيراميدز والاهلي قدموا او بيفكروا ان هم يضموا اللاعب. لو شفت امام عاشور في الاهلي او بيراميدز دي حاجه هتضايقك؟ ده ما تضايقنيش، ما تضايقكش، اصل في الاول والاخر ده احتراف ورغبه وبتاع. لكن انا زي ما بقول لك، انا نفسي حتى الفرق في مصر يعني النهارده اما لعيب يبقى راجع من كده خد قرار اللعيب ده لازم يكمل بره. لكن انا النهارده يعني رجع، طب انت كنت في مصر، طب ايه اللي سفرك من الاول؟ او ايه اللي جه يقول لك انا عايز اخد فرصه بتاع؟ طب والناس هناك عايزه حاجه يعني. انا شفت معلش في لعيبه استقبالهم بيبقى عادي يعني، لا استقبلوك كويس، واول لما رحت لعبت كمل دوس على نفسك، لازم يبقى عندك جلد. لكن النهارده هترجع الدوري، العب في الدوري، ما لعيبه كتير بتلعب في الدوري المصري. انت فاهم قصدي؟ لكن انا اتمنى يعني، انا نصيحتي ليه، لازم برضو خلي بالك كريم، الموضوع ده بيدي انطباع وحش عن اللعيبه المصري للاسف الشديد. يعني انت النهارده ليه ما تبصش لمحمد صلاح؟ ليه ما تبصش للنني؟ انت خلي بالك هو مش او عنده امكانيات جامده جدا، بس ليه ما تاخدش الناس دي؟ هتقول لي اصل الجو برد، اصل في الدنمارك، لا خلي بالك هو مش معنى ان انت بتلعب في الدنمارك ان انت تلعب، لا انت بتلعب في فرقه من اكبر فرق في الدنمارك، صح، فرقه عندها امكانيات، فرقه بتلعب على طول في كاس اتحاد اوروبي او بتلعب شامبيونز ليج او بتلعب فيها، فلازم تدوس على نفسك شويه. فانا نصيحتي ليه، انا بحبه وهو برده لسه ممكن صغير شويه، نصيحتي ليه لازم يكمل بره، لازم يكمل بره. لكن انا بالنسبه لي يلعب هنا او يلعب هنا او يلعب هنا، في الاول هو قراره وفي الاخر هو اللي بيبقى. لو رجع امام عاشور في الوقت ده يرجع بنفس المستوى ولا تحس انه يرجع بمستوى اقل؟ هو الطبيعي بعد اللي الناس بتشوفه بره انا مش عايز برضو اقطع، بس بره كريم الحياه تختلف والملاعب والجو والتشجيع، معلش هي برضو بتبقى لكن في الاول والاخر ما اعرفش يعني، انا في الاول والاخر هو اللي في الحدث نفسه. صح. لكن انا نصيحتي ليه تاني بكررها، لو تقدر تكمل بره كمل بره احسن لك، ودوس على نفسك سنه ممكن تلاقي نفسك في حته كويسه. عظيم، احنا لسه مكملين هذا الحوار مع الكابتن الكبير كابتن امير عزمي مجاهد، بس حابب اقول لحضراتكم مباراة منتخب مصر الأولمبي مع المنتخب المغربي في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المنتخب المغربي سجل الهدف الثاني متقدم 2-1 على منتخب مصر مع نهاية الوقت الإضافي الأول، الوقت الإضافي الثاني فاضل فيه حوالي 6 دقايق. في كل الأحوال زي ما قلت لكم إحنا عملنا أداء كبير في هذه البطولة، بنلعب ناقصين من الدقيقة 16 بسبب طرد محمود صابر. في كل الأحوال كل التوفيق لمنتخبنا الوطني فيما تبقى من وقت هذه المباراة. بعد الفاصل نواصل، خليكم معنا. لسه مكملين مع حضرتك كابتن الكبير كابتن امير عزمي مجاهد. طب كابتن امير، ماتش الاهلي والزمالك يوم الخميس اللي جاي، الاهلي فايق والزمالك فايق، المباراه دي شايفها ازاي؟ والله انت بتقول فايق، فعلا الفرقتين فايقين يعني. برضو النادي الاهلي النهارده انا اتفرجت على مقتطفات من المباراه، برضو بقى لهم فتره من ساعه ما كسبوا كاس افريقيا والراجل تحس ان هو بيلعب باي حد. صح. والاداء ثابت والاداء كويس والاداء متوقع على الطبيعه، على حاله الفرقتين اللي احنا هنشوف ديربي حلو. يعني ده الطبيعي واتمنى يعني خلي بالك النهارده الزمالك ما لهوش ضغوط والاهلي خلاص شبه حسم البطوله، فنتمنى نشوف ماتش حلو. ولكن زي ما بقول لك النادي الاهلي جاهزين، عندهم برضو معنوياتهم مرتفعه زي ما بعد ما كسبوا بطوله افريقيا وبيعيشوا حاله كويسه. الزمالك نفس القصه، بقى لهم فتره مع الراجل اوسيريو شغالين بشكل كويس، فالطبيعي هنشوف مباراة. اللي يفرق مع الزمالك في المباراة دي إيجابياً أو سلبياً؟ يعني يعمل إيه الزمالك يستخدم فيه نقاط قوة، وإيه اللي ممكن
يبقى مشكله نادي الزمالك في المباراه. بص الطبيعي للزمالك المباراه دي هتفرق معاك اللي انت في نهايه الموسم تكسب البطل. تكسب بطل افريقيا. فدي حاجه هتبقى نفسيا اللي انت تقدر تبني عليها للموسم الجديد. لو تفتكر يا كريم احنا كان 2017 الزمالك كان رابع الدوري والاهلي كان كسب الدوري وكنا مع الكابتن خالد جلال في الجهاز كسبنا الاهلي 2-1. من خلال بتاع ده خدنا كاس مصر. والموسم اللي بعديه خدنا الكونفدراليه. فانت المباراه دي لنادي الزمالك ممكن تبني عليها للموسم الجاي وللبطوله العربيه. اللي انت كسبتها حمل اللي هو بطل الدوري وكذا وكذا. لا قدر الله حصل حاجه طبعا بالطبيعي اللي انا زملكاوي هتبقى ممكن عارف انت المكسب يا كريم ساعات بيداري حاجات كتير قوي او بيداري مشاكل كتير قوي. لكن لو طبعا حصل اخفاق او حاجه للزمالك هترجع تاني بقى وترجع لعيبه وانتقاد لعيبه وانتقاد جهاز وبتاع. لكن لو نتكلم على الحاجات الايجابيه او الزمالك زي ما قلت لك الزمالك كقوه هجوميه مع اوسيريو من المدربين كمان اللي الزمالك بقى يوصل كتير للجون. جت في نهايه فتره فيريرا الزمالك كان قليل جدا اللي يوصل للجون. انت كل مباراه بتوصل مره واثنين وثلاثه واربعه بس. من ناحيه تانية حد يقول لك ايه ان اوسيريو لو لعب بالطريقه دي بالشكل ده قدام الاهلي ممكن يحصل له مشاكل. انا بقول لك من دلوقتي هيلعب. خلي بالك المدرب الاجنبي لما بقى عنده فكره لو النبي لو قعدت 3 ايام تقول له هم الاجانب خلاص بياخد فكره بتاع. لكن زي ما قلت لك انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا اللي انت هجوميا كويس جدا لكن دفاعيا معرض في اي وقت اللي انت تستقبل اهداف. فلازم يبقى ليها حل اللي انت على طول تحط موقف مدافع مع واحد واحد على واحد هي 50-50 صح. خاصه الراجل بيبقى جايب وشه فهتبقى 50-50 زي ما حصل النهارده مع احمد عاطف بالظبط. فلازم يبقى وخلي بالك ماتش المقاولين برده فيه اكتر من اللي هو اللعيب الافريقي بتاعهم الفرويد اكتر من كوره برده وعبد الغني غطى فيها كويس كانت بتلعب واحد على واحد. فدي هتبقى مع النادي الاهلي هيبقى الموضوع صعب. النادي الاهلي انا شايف الفتره الاخيره بيتميز بقى عن الزمالك في حاجه اللي تفنسه لا بيقفوا صح ما بيستقبلوش اهداف صح. حتى مع فيوتشر 0-0 بس ما فيش يعني لا واقفين صح عندهم قوه دفاعيه كويسه. هجوميا برضو مميزين اللي عندهم الراجل بينوع مره كهربا مره محمد شريف عنده بالظبط عنده حلول كتير الثوابت علي معلول فعنده حلول كتير. فنتمنى اللي تبقى مباراه كويسه بس اتمنى احنا نهايه موسم اتمنى رجاء اللي يفتحوا الباب للجمهور الاهلي والزمالك واتمنى اللي يكون 10,000 و15,000 و20,000 اللي خلاص احنا الموضوع احنا النهارده ما انا لما رحت ماتش الزمالك مع المقاولين 2,000 3,000 ودخله وبتاع حسيت اللي انت اقول لك حاجه اللي انت قلت ده مهم جدا وانا ايدي في ايدك تمام. انت عارف بقى الاهم بالنسبه لي ايه يا جماعه خلاص دي مباراه خلوها بقى نستمتع بمباراه اهلي وزمالك وانهي موسم كويس خلصنا بقى خلصنا حاجه. لا انا بكلمك دلوقتي بقى على الجميل اللي انا نفسي الاستاد كله يتملي ان شاء الله يا رب. انا بكلمك بقى على الاجواء يعني اللي هو ايه يا جماعه مش محتاج شحن خالص بقى. الاهلي شبه حاسم الدوري الزمالك خلاص موقفه مع هو بيبني للموسم الجديد صح. فاحنا بقى مستنيين بقى مباراه اهلي وزمالك من بتوع زمان بالظبط اللي هو نستمتع وخلاص يا جماعه واللي يكسب يكسب بس صدقني والله العظيم مش حاجه عارف انا النهارده وانا قاعد في البيت مثلا عايز اروح الاستاد يعني انا عايز اروح الاستاد ليه منظر الناس حتى 2003 بالدخله الشكل حلو والجمهور وبتاع. فرجاء بقى انت خلاص انت الطبيعي السنه الجايه لازم بقى الناس تبدا تخش صح. فاعمل بروفه اعمل بروفه للسنه الجايه اللي مباراه الاهلي والزمالك دي اتمنى على الاقل 10,000 و10,000 على الاقل نشوف ديربي محترم ديربي فني كويس وديربي في المدرجات يبقى حاجه محترمه. كابتن امين شرفت ونورت كالعاده ربنا يخليك انا بشكرك يا حبيبي ربنا يخليك حبيبي جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم النهارده حلقتنا في رقم 10 بعد الفاصل محمد خليفه ومحمود شاكر خليكم. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. من النوادر ان منتخبنا الوطني يخسر في اي حدث والواحد يحس ان احنا عملنا اللي علينا وزياده. منتخبنا الوطني الاولمبي خسر منذ لحظات نهائي كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه امام المنتخب المغربي 2-1 بعد ما الفريقين وصلوا للوقت الاضافي. ليجب التذكير مره اخرى ان احنا بنلعب ب 10 لاعبين من الدقيقه 16 بعد طرد محمود صابر. اداء رجولي اداء فيه اخلاص. انت بتتكلم في امور بدنيه صعبه جدا ده في اخر البطوله بتلعب كل 3 4 ايام مباراه قدام المنتخب صاحب الارض والجمهور منتخب عنده محترفين كل حاجه كانت صعبه. رغم كده اللعيبه لعبت برجوله كبيره. دي من جانب. من جانب تاني احنا اصلا يعني البطوله دي هي بطوله مجمعه للتصفيات المؤهله للاولمبيات. احنا وصلنا للهدف اللي احنا عايزينه. فانا بس مش عايز الناس النهارده
تقعد تتباكى واحنا خسرنا النهائي واحنا خسرنا البطوله. لا دي اسمها بطوله وكانها تصفيات مجمعه عشان نوصل الاولمبياد كلنا. احنا والمغرب صعدنا للاولمبياد فخلاص احنا الاثنين مبسوطين النهارده. اللقب في الاخر بس كده حاجه شرفيه يعني، بس مش هي الحكايه، مش هو الهدف يعني. فالحمد لله مره اخرى مليون مبروك لمنتخبنا الوصول لاولمبياد باريس، وبالتاكيد هارد لك خساره اليوم بعد اداء رجولي على مدار البطوله كلها. مره اخرى شرفني ونورني في هذه الفقره الاصدقاء الاعزاء محمد خليفه ومحمود شاكر. خليفه منور الدنيا. بنورك يا كريم، سعيد ان انا معاكم في القناه الاولى، وسعيد طبعا انا محمود حبيبي شاكر منور الدنيا وحشني جدا. حبيبي يا كريم، وانت اللي وحشني منور الدنيا، ومبسوط اكيد اني مع خليفه ومعاك. عايز منك كلمه عن المنتخب الاولمبي عشان نخش بسرعه في الاهلي. سريعا يا كريم، لعيبه الكوره هي اللي بترغم الناس كلها تلتف حواليها وتنادي باسمها وتشاور عليها، هي دي لعيبه المنتخب الاولمبي. قبل البطوله ما كانش فيه اهتمام كبير قوي من كل جمهور المصري، ولكن قلنا قبل البطوله ان انت بادائك هتقدر تروح لحته بعيده قوي والناس كلها تبدا تتكلم عليك وهتلاقي الدعم. باماره النهارده يا كريم الناس كلها من الصبح قد ما كانت مهتمه بمباراه الاهلي والزمالك، ولكن كانوا مستنيين مباراه المنتخب الوطني. تحيه كبيره قوي لميكالي، تحيه كبيره قوي للاعبين يا كريم اللي ما فيهم سوبر ستار غير واحد بس، هم كلهم طبعا نجوم بس سوبر ستار تقدر تعتمد عليه وبيلعب في منتخب الوطني الاول هو واحد بس اللي هو ابراهيم عادل، وما بيلعبش في اهلي والزمالك. قصاد الناحيه الثانيه انت بتلعب المغرب، بيلعب في تولوز، بيلعبوا في جينك بلجيكي، بيلعبوا في علاء زلزوي، بيلعب في برشلونه، وكان عرس اوساسونا. فتحيه كبيره للعيبه دي يا كريم اللي ما كانش عليها سبوت، وقدرت ان هي تروح بالانجاز ده، وقدرت ان هي تناطح المغرب لحد اخر دقيقه في المباراه او حتى الشوط الاضافي الرابع. فطبعا بحجم الخبرات اللي مش موجوده عندهم، عاوز اقول لك كريم يعني نص المنتخب اللعيبه بتاعته عدت 20 ماتش، ونص الثاني فيه لعيبه ما كملتش 6 7 مباريات في الدوري. فتحيه كبيره جدا ليهم خليفه. عايز اسمع رايك. طبعا اللي حصل ده يحسب لميكالي رقم واحد، والروح اللي كانت موجوده عند اللاعبين. لو ليا تعليق بسيط، هيبقى طلب من كل لاعب وانت في ناديك السنه الجايه دور على ان انت تلعب باستمرار، لو لان دي ده اللي هيوديك تلعب في الاولمبياد. لو انت النادي اللي انت موجود فيه انت حاسس ان انت مش رقم واحد او اتنين، لا روح دور على فرصه تلعب بانتظام، لان هو من غير الملعب مفيش فرصه. برافو وللجميع. طيب ايه رايك نبدا بالزمالك وفيوتشر تحت امرك، وبعد كده نروح للاهلي؟ يلا بينا. نروح للزمالك وفيوتشر، يعني الزمالك وفيوتشر وبعد كده الاهلي والاتحاد كده ايه نخطف هنا وهنا. بس عشان النهارده دي كانت مباراه مثيره اكتر طبعا. يعني الزمالك تباين كبير شوط اول في منتهى السوء للزمالك، بس طلع منه الزمالك متعادل وعامل كومباك في النتيجه بتعادل 2-2. شوط تاني تحسن الاداء كثيرا جدا وقدرت تسجل هدف ثالث بعد دقائق قليله من بدايه الشوط وتحافظ على الاداء. ليه حصل التباين الكبير ده في المستوى؟ سريعا نشوف التشكيل من البدايه كان عامل ازاي عشان ما نضيعش وقتنا. اوسيريو حب يكرر ما اللي هو عمله في مباراه المحله اللي يلعب باتنين راس حربه وما يلعبش من اطراف الملعب، يلعب كتير من عمق الملعب. ده كان شكل الفريق في اللي هو الشكل، كان في شويه نقط بقى يعني ده كانت اشبه ب 4-2-2-2. هنا نضاي لعب كظهير ايسر وممكن الناس تشوفها هي الثلاثه برضو، يعني عبد الغني والزناري والمسلوسي، ونشوف ان نضاي كان الوينج باك الشمال. المهم سواء انت شفت نضاي كوينج باك شمال او تشوفه فول باك شمال، بغض النظر كانت هي دي الفكره. الزمالك مش فاتح الملعب على اطرافه وبيحاول يدور على المساحه اللي هي في عمق ملعب فيوتشر، وبيلعب باثنين ديفندرين اللي هو كان رؤى والسيسي. نيجي بقى ده يعني الزمالك ماده ثريه جدا لاي حد بيحلل. نكمل نهايه الصوره اللي بعديها، هم ثلاث صور فيهم شكل الفريق. ده كان الشكل برضو في الشوط الاول والزمالك بيهاجم. هتلاقي النقطه هنتكلم عليها في الحالات، الزناري هنا مع سيد عبد الله واخدين الجبهه اليمين، والزناري بيقوم بواجبات في التلت المتقدم لنادي الزمالك. ممكن ده كان وزيزو جوه الملعب قوي، وسيف وناصر برضو قريبين من قلب الملعب. تعال بقى نشوف الشوط الثاني اختلفت الشكل ازاي، وده هنشوفه اختلف على سواء الكواليتي وسواء التنظيم. تعال نشوف اخر صوره تانية قبل ما نروح للكواليتي، الكواليتي ده هتوضحه الحالات، انما هنا التنظيم. هنا بقى الزناري بدا يخش جوه الملعب اكتر، زيزو جه يمين بقى فاتح ناحيه اليمين بشكل كبير، سيد عبد الله راح شمال عشان كانت في ثغره كبيره في ناحيه الشمال في نادي الزمالك، سيد عبد الله اتنقل فيها، بقى هناك نضاي وهناك سيد عبد الله، والزناري خد خطوات لجوه الملعب عشان زيزو هو اللي يفتح اليمين.
طبعا اللي بالاخضر دي اللعيبه اللي هي تم تغييرها، ولكن احنا بنتكلم في الشكل. الشكل هنا الناس لو تبص الشوط الاول كان نار، الناس بتتكلم في لعب كتير على العمق. الشوط الثاني بدات اطراف الملعب توسع، وطبعا الكواليتي فرق. نيجي للكواليتي اول حاجه، يعني عمرو السيسي هو كان الاختيار عشان يلعب ديفندرين. الزمالك ممكن اختار ديفندرين عشان الراجل اللي جرب فكره برضه انه يقفل العمق بتاعه اللي فيوتشر جاب منه الجون الاول، ولكن السيسي كلاعب كوره اعتقد ان هو في المباريات اللي حصل فيها رضا عنه شويه اللي هي المباريات اللي لعبها كديفندر رقم 6، انما واجبات هجوميه تعال نتفرج السيسي. هنا السيسي الفرق بقى كبير جدا بينه وبين فتوح. هنا السيسي تحس ان هو اللي بيراقب لاعب فيوتشر، يعني السيسي الناس تبص عليه واقف مع الحكم، هو مستخبي من الكوره، هو ما بيطلبش الكوره، مش بينزل لزمايله، فزمايله يبتدي يدور الملعب، يرجع تاني الزمالك يعمل الكور الطويله القطريه اللي هي بتبقى سهل. ده اول حاجه هروب من الكوره، ده عمرو السيسي. نيجي تاني نقطه بقى، بص هنا تصرفه في الكوره اللي هو دي حاجات مش مهما كان التكتيك مش هيغير حاجه في التكنيك. عمرو السيسي بالكوره مش لاعب غني قوي، يعني مش اللاعب اللي انت تتفرج عليه، معظم الكرات كانت بتطلع من رجله مفقوده بشكل مش وحتى دوره في حمايه المنطقه دي ناصر يعني عاسى في المكان ده بشكل شكل خطوره كبيره جدا لفيوتشر مره واثنين وثلاثه. هات الحاله اللي بعديها عشان نشوف برده تصرف. بص الكوره دي يا كريم، الكوره دي يعني خير مثال لكلامنا على عمرو السيسي. الكوره دي باص بسيط جدا بيطلع من رجله بشكل سيء بيسبب مشاكل. فاحنا اتكلمنا ان الزمالك كان بيحاول يدور على فكره العمق وما كانش لاقيها، وكمان الكواليتي بتاع الافراد اللي هو استبدل فتوح بالسيسي وفرق شاسع. تعال بقى نشوف فتوح اول ما نزل كميه تسلم، بينزل تحت يسلم من زمايله وبيطلع زمايله وهو عنده الكواليتي الفردي اللي كان بيسمح بان فتوح يعمل شكل للزمالك في الخروج بالكوره وايصال الكوره للثلث الاخير. يعني انت مهما كنت عندك فكره دي مش هتطبق غير لما توصل الكوره للثلث الاخير. فتوح بقى عنده القدره على المراوغه الصغيره والباص الجيد. نكمل دي كلها خروج جيد جدا من فتوح بالكوره اللي ميز نتائج الزمالك في الفتره اللي هي بتاعت من لقاء الجيش. وده بص هنا هيسترجع الكوره من الركنيه وهياخد يروح ياخد الفاول اللي جه منه الهدف الثالث اللي كان هنا. شوف معدل قطع للكرات عالي، معدل لعب في المساحات الضيقه، لعب في المساحات الواسعه، ودي الكره اللي جه منها الفاول. ممكن نكتفي هنا بالحالات لان حالات فتوح الناس كلها اتفرجت على الفرق اللي عمله. نيجي لنقطه ثانيه، يا ريت نروح بقى النقطه الثانيه اللي بعديها. نقطه ايه بقى؟ النقطه اللي هي خاصه بالزناري. واجبات صغيره فرقت في اسوريو، الراجل كان بيستخدمه في الثلث الاخير بواجبات، لا الراجل غير خلال جوه الملعب وخلى زيزو هو اللي بيستلم منه. تعال نشوف الشوط الاول كان الزناري بيستلم الكوره في مساحه عامله ازاي في الاخر خالص. يعني ده هنا الفكره الاساسيه اللي دايما نضيف في ناحيه الشمال، الكره هنا بتوصل. طبعا برضو وجود بص هنا سيد عبد الله هيسلم الكره، اتبطأت شويه بس لما راحت للزناري اللي بيستلم في الثلث الاخير انت كنت عايز تزق الملعب بالزناري في اليمين. بص التصرف، لا التصرف مفيش خالص. بعد كده بقى كانت التعليمات للزناري، هو فتح الملعب بس وانس ان الهجمه تبتدي تدور الزناري بيبتدي يخش جوه الملعب يا كريم، خلاص دوره حتى بان في الخريطه اللي احنا شفناها للتمركزات. الزناري بيخش هنا عشان يسيب الخط لزيزو اللي هي ابرز مزايا زيزو، في نفس الوقت اللي هو تقدر تستفاد من وجود لاعب تاني مع زيزو اللي هو يبقى داخل لجوه شويه ويسيب المساحه لزيزو. كل ديت كانت لمسات من اسوريو في الشوط الثاني، بغض النظر طبعا عن نزول شيكا وجماليه اداء شيكا وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي، ولكن انا قلت ابرز مهارات زيزو الفرديه اللي بتخلص كل الامور الصعبه. هو مهارات زيزو ده برضه في الشوط الاول اللي هو والزمالك سيء. زيزو يعني انا مش بتكلم في الشوط الثاني، الشوط الثاني ماشي الزمالك كان جيد كان ممكن يسجل بغض النظر عن الضربه الحره اللي سجلها زيزو صح. ولكن في الشوط الاول اللي هو ده بقى البطوله الفرديه الزمالك سيء جدا. مباراه ممكن ما يخسر اكتر من اثنين كمان صح. زيزو بيحاول النتيجه ل2-2 بدون تدخل من اسوريو، كوره بيشددها بشكل جيد وبعد كده بيرفع الركنيه اللي تسببت في الهدف الثاني مع المشاركه طبعا مع خطا جنش طبعا. فده البطوله الفرديه كانت لزيزو 100%. زيزو عايز تتكلم عليه قبل ما نتكلم عن النادي الاهلي؟ عايزين نتكلم عن زيزو دلوقتي يا كريم. اهلاوي او زملكاوي اسماعيلاوي بتشجع اي فريق كوره في مصر ايا كان انتمائك، مفيش حد مش هيتفق على ان احمد السيد زيزو في اخر 10 سنوات هو واحد من افضل اللاعبين المحليين داخل مصر صح. والكلام ده مش بنقوله هباء او بنقوله كلام من الهوى، اللي كنت سمعتك في الانترو بتتكلم ان الراجل بقى له 3 سنين عنده استمراريه رهيبه صح. كريم احمد السيد زيزو قبل ما نستقبل ماشي احمد السيد زيزو هوريك ارقامه وهكلمك عنه سريعا. لعب 44 مباراه السنه دي مع نادي الزمالك في مختلف البطولات، سجل 21 هدف منهم 5 ركلات جزاء وصنع 18 هدف، معدل المساهمه
0.90 يعني تقول ان هو بيعمل مساهمه في كل مباراه بهدف، سواء اذا كان باحراز هدف او بمساهمه. ولكن انا الميزه او الشيء اللي كان عبقري بالنسبه لي في اداء احمد سيد زيزو ايه، ان انت كلاعب كوره مستواك الفردي والذهني بيتاثر بشكل كبير جدا مع تغير المدربين. فيا كريم لما يجي عليا مدرب النهارده بيلعبني في العمق، مدرب مديني حريه ان انا امسك الخط، مدرب مديني حريه ان انا دايما اعمل زياده عاديه جوه ال 18. تغير المدربين الكتير في نادي الزمالك ما اثرش على احمد سيد زيزو. واحد زي مصطفى شلبي مثلا السنه دي في اول السيزون مع فيريرا ما كانش افضل حاجه، جه اسوري يطوره من المهاره الفنيه والمهاره المهاريه والذهنيه، ان الراجل بقاش ماسك الخط قوي فبيخش لجوه، ده تطور مصطفى شلبي مع اسوريو. ولكن احمد سيد زيزو مع فيريرا مع كابتن مدحت عبد الهادي مع كابتن اسامه نبيه مع اسوريو، الراجل بيقدم اعلى مستويات، الراجل بدنيا يا كريم في حته تانية خالص عن اي لاعب كوره. يعني في 3 4 معاه مثلا يكون محمد عبد المنعم بدني كويس قوي مع زيزو، احمد سيد زيزو لما بينزل مع منتخب مصر، منتخب مصر بيلعب فرق أفارقة وفي سرعات، الراجل بتقول ان هو محترف نفس السرعات ونفس التيمبو. فهو بجد تحيه كبيره جدا لاحمد سيد زيزو اللي رجل الزمالك الاول اخر 3 سنين. شيكابالا طبعا مبهر وشيكابالا نجم نادي الزمالك، ولكن احمد السيد زيزو هو الرقم الفارق مع اي مدير فني بيجي. يا كريم النهارده زيزو بعد ما كان بيلعب في الثلاثه القدامين لما الزمالك بيلعب 3 4 3 او 4 3 3، النهارده الراجل بيبقى عنده اريحيه يلعب شويه هنا وشويه هنا وينزل تحت الاثنين فراوده او ينزل تحت فيرود ويميل هنا وهنا. فتحيه كبيره قوي لاحمد سيد زيزو اللي بعتبره واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين في مصر اخر 10 سنين. هايل. جزء بقى في الاهلي عشان ارجع للزمالك تاني مع خليفه وارجع لك برضه في الزمالك. بس النهارده في الاهلي حتى لو حسيت انه زي ما اتكلم النهارده مارسيل كولر انه متضايق شويه من الاداء وانه متضايق من شويه مش عارف المستوى وان الامور الذهنيه قليله، بس تحس الاهلي واقف على رجله، عنده ثبات مش طبيعي على الارض في المستوى في الامور الهجوميه في الامور الدفاعيه، في حد ادنى دايما الاهلي عارف يوصل له دلوقتي. خلاص وضح بشكل كبير جدا يا كريم ان النادي الاهلي في المباراه المتبقيه المؤجلات بتاعته في الدوري العام، النادي الاهلي هيخش المباراه دي بروقان. هتلاقي النادي الاهلي فريق رايق. النهارده النادي الاهلي قدام الاتحاد سكندري اول 10 12 دقيقه النادي الاهلي قدر انه يحرز هدفين، رجع لعب تحت الكوره ولعب على الاخطاء في اداء اقتصادي كبير جدا. الاداء الاقتصادي ده مش معناه ان النادي الاهلي ما كانش بيلعب بجديه او اللعيبه ما كانتش بتلعب بشراسه في الالتحامات او اللعيبه كانت سايبه المباراه، ولكن خلاص انا خدت المباراه اللي انا عاوزها، وبقى النادي الاهلي بيصير الامور وبيصير ظروف المباراه زي ما هو عايز. شفت ايه حلو بقى في الاهلي؟ ميزه بقى، ما انا جاي لك بقى في الكلام الكريم. ميزه من مميزات مارسيل كولر، كل ما السيزون بيعدي بتكتشف ان في خط من خطوط النادي الاهلي هو المتميز جدا. كنا بنتكلم فتره فاتت على نص الملعب وحمدي فتحي ومروان عطيه، النهارده بقى اقوى اداء واقوى وسيله تأثير عند مارسيل كولر موجوده معاه هي الاجنحه. بيرسي تاو وحسين الشحات وطبعا كهربا مع الاثنين اجنحه دول، الثلاثه دول عاملين ثلاثيه رهيبه مع النادي الاهلي. فانت النهارده خلاص بقى الاعتماد الكلي على بيرسي تاو اللي هو بعتبره واحد من افضل اجنحه اكيد موجودين في مصر، والناحيه الثانيه حسين الشحات اللي بيعيش افضل 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 فتراته. النهارده قبل ما نخش على الحالات سريعا زوران ماشي، زوران خد ريسك كبير جدا يا كريم، نسي ان هو بيلعب النادي الاهلي. ما ينفعش تلعب النادي الاهلي خط دفاع متقدم، لان ابسط حاجه الاثنين سرعة جدا الوينجات بتوع النادي الاهلي هيخطفوك. تعال نشوف بالحالات ازاي مارسيل كولر باقل اداء وباقل مجهود قدر النادي الاهلي ماشي. من اول مباراه خالص دي عاوز اقول لك، دي في اول مباراه عاوز اوريك هنا النادي الاهلي بيحضر من تحت. هتلاقي بص اليو ديانج على طول ممسوك من الراجل لعيب نص ملعب بتاع نادي الاتحاد سكندري، عاوزك تتفرج على حسين الشحات وعلى بص حسين الشحات على طول يا كريم واقف في الحته دي، بص المهاره بتاعته بيسبق الاثنين على طول. ولكن قبل ما الكره تلعب لحسين الشحات عاوز اقف لحظه قبل ما تلعب عشان اشوف طريقه اتحاد سكندري كان واقف ازاي سريعا. ارجع على طول ارجع على طول كمان كمان كتير. كمان لغايه قبل ما الكره تتلعب لحسين الشحات. زوران عارف كويس جدا ان المشكله الكبيره اللي هتقابله هو ان الجبهه بتاعت علي معلول وبتاعت حسين الشحات. فالراجل عمل ايه يا كريم؟ لعب بخمسه، هتلاقي بقى 1 2 3 4 وخلى الخامس خلى الباك يخش لجوه علشان خاطر لما حسين الشحات يسحب الباك لبره يبقى في واحد عامل التغطيه. فادي خمسه، فدي اول كره في المباراه في الدقيقه الاولى. نسيب الكره تكمل عادي مفيش مشاكل. الكره يا كريم اتلعبت دي كربونه من الهدف اللي جه للنادي الاهلي اللي حصل منه على ضربه جزاء، دي كانت في الدقيقه الاولى.
نشوف الحاله اللي بعدها نفس الكلام برده يا كريم. الخمسه اللي موجودين بتوع نادي الاتحاد السكندري امسرق على طول على طول حسين الشحات في ظهر الدفاع وبمهارته الفرديه واحد والتاني وامر اصلا كريم. ده معناه زوران خطا كبير جدا ان انت تلعب النادي الاهلي بالسرعات دي تلعب بهاي لاين. النادي الاهلي لعبك في ظهر الكره هتبص يا كريم المساحه الفاضيه اياك تلعب قدام النادي الاهلي بالسرعات اللي عنده دي بالطريقه دي. نشوف الحاله اللي بعدها عشان اوريك مدى استغلال وقوه النادي الاهلي في الاطراف. خلاص ممكن نشوف الحاله يلا هات اللي بعدها على طول. تمام دي كوره دي هنا ضربه دي طبعا المهاره الكبيره جدا من حسين الشحات دي في الدقيقه الرابعه والكوره الاولانيه كانت في الدقيقه الاولى. مش حالات تاني هي في ممكن تكون مكمله في ال انا مش هي معروضه قولوا لي قولوا لي يعني خلونا تمام قوي دي كوره تانيه برضو يا كريم نفس بس من الاول تيجي ماشي مفيش مشكله في الحاله اللي بعدها كمل مفيش كمل يلا يا جماعه عشان الوقت هنا برضو نفس الكلام يا كريم بيرسي تاو بياخد الطرف وبيلعب الكره الكهرباء والثلاثي اللي بقول لك عليه بيرسي تاو وكهرباء وحسين الشحات. نكمل برضو الحاله دي لغايه برضو ما نادل هنا برضو نفس الكلام. بص الضغط العالي بتاع النادي الاهلي يا كريم خطف الكوره على طول نفس الكوره اللي فاتت بالظبط كاربونه وحسين الشحات وبيرسي تاو بيعمل كات باك او كات باس لمحمود كهربا وبيحرز الهدف الثاني للنادي الاهلي. بعد كده النادي الاهلي ساب الاستحواذ كله ولعب تحت الكوره واستغل الاخطاء اللي موجوده والمساحات اللي موجوده عند زوران بعد الاندفاع من الاتحاد السكندري والاتحاد السكندري يعني بعد فتره قدر ان هو يمسك كوره شويه ولكن النادي الاهلي كان بيضربه في المساحات الموجوده. عاوز اوريك بس كوره كمان موجوده لبيرسي تاو بس الاعادات احنا خدنا فيها كتير. نشوف الحاله اللي بعدها يا كريم عشان اوضح لك قوه لا يا جماعه ما تجيبش الاحتفالات على طول ماشي. على طول هنا برضو ده ضغط النادي الاهلي الضغط العكسي بتاع اللي موجود عند النادي الاهلي. وعاوز اوريك ان النادي الاهلي اول ما بيخطف الكوره اول ما النادي الاهلي يخطف الكوره برضو هيلعب في ظهر الوينجات. بص يا كريم هنا مروان عطيه هيقطع الكوره على طول علي معلول لحسين الشحات التحول على طول خط دفاع متقدم هلعب لك في المساحات الفاضيه. النادي الاهلي فضل طول المباراه بيلعب على الكور دي. انا عارف الوقت ضيق ولكن كل الحالات يا كريم نمطيه جدا خلاص مش مشكله ممكن كل الحالات اللي كانت متبقيه النادي الاهلي اول 45 دقيقه كان بيستغل ان زوران بيطالع بالخط الدفاع بتاعه متقدم وكان بيلعب على طول في على الطرف. هنا نفس الكلام برضو القندوسي لما حسين الشحات بيسحب معاه دايما كل اللعب يا كريم دايما على الاجناب وعلى الاطراف فده تفوق كبير جدا من مارسيل كولر وتفوق كبير جدا من منظومه مارسيل كولر واجنحه النادي الاهلي. انا للاسف بقى فاضل معايا 3 دقايق فخليفه انا اللي هطلبه منك دلوقتي تقول لي الزمالك ازاي يلعب قدام النادي الاهلي يوم الخميس وانت هتقول لي الاهلي ازاي يواجه الزمالك يوم الخميس وازاي الزمالك يستفيد من مواجهه فيوتشر النهارده والاهلي ازاي يستفيد من مواجهه الاتحاد النهارده. الزمالك كان محظوظ ان هو لعب فيوتشر النهارده في حاجات كثيره ظهرت في الملعب اعتقد ان هي الارم كويس جدا لاوسوريو ما قبل لقاء الاهلي. الفكره هو الزمالك بين خيارين صعبين الخيار الاول ان انت هتلعب بنفس طريقتك ونفس اسلوب ادائك. هو الزمالك في الشوط الاول مثلا حاول يحط مثلا ديفندر تاني ولكن النتيجه كانت مخيبه للامال لان انت فقدت الكوره في اغلب الاوقات. فهل الزمالك قدام الاهلي هيبقى متاح ليه ان يلعب تحت الكوره؟ هو ده المنطق ان انت بتقابل فريق اكثر جاهزيه من اول الدوري هو مع نفس المدير الفني بعناصر اكثر جاهزيه اكيد معنويا افضل بحكم البطولات اللي حصدها وغير المعنويا كمان هو فنيا الاهلي من بعد يناير لما بالاضافات اللي تمت في الفريق الفريق عنده عناصر وفره هجوميه وفي خط الوسط. فالزمالك بالعناصر اللي هي موجوده اللي هي المتاحه اللي احنا بنتكلم فيها هل الزمالك هيحاول يمسك الكوره وهنا هيتعرض للضغط العالي اللي بيعمله الاهلي والضغط العكسي والمساحات؟ اعتقد مش ده الخيار الافضل لان النهارده لو استقشلنا كده الاهلي شلنا فيوتشر وحطينا الاهلي تخيل ومثلا ان النتيجه وصلت مفيش رجوع هيتم في الحاله اللي زي دي بالعكس ممكن النتيجه تزيد اكتر. فانا اعتقد ان الزمالك زي ما اوسوريو ليه كورته الجميله والممتعه اللي قدمها مع الزمالك والراجل ليه مرجعيه برده قبل كده وهو بيدرب المكسيك لعب ماتش ضد المانيا كان بيلعب تحت الكوره وبيلعب على المرتدات الزمالك بس السؤال ساعتها قال تصريحات مهمه جدا وقال لك انا لعبت الماتش ده بشكل استثنائي وبطريقه استثنائيه ولعبت باك على اليمين عشان اقفل على المانيا. اعتقد هو ده اللي الزمالك محتاجه وخصوصا ان هو ممكن هيرجع له عناصر دفاعيه اللي هي موجوده في المنتخب الاولمبي زي حسام عبد المجيد وكذا مع وجود لعيبه ثانيه بدات تاخد فورمه معقوله شويه زي المسلوسي ممكن متاح المسلوسي هنا هيرجع تاني. بس المهم الزمالك اعتقد محتاج يغير استراتيجيته لان الاستراتيجيه المندفعه اللي بتعتمد على امتلاك الكوره دي
ممكن تكون مفيدة جدا، الزمالك بيقعد يترقى بيها، ولكن حاليا ما وصلش بالترقية ان هي تكون في مواجهة الفرق الكبيرة اللي هي على نفس القدر واللي عندها خطورة كبيرة. يعني الزمالك اترقى من الفرق الصغيرة للفرق المتوسطة للفرق القوية، ولكن الفرق زي الاهلي وبيراميدز لسه خطوة. صح، لسه ما عملهاش. الاهلي يلعب ازاي قدام الزمالك؟ مارسيل كولر هو اكتر واحد بيقبل الهدايا. لو نادي الزمالك مع اوسوريو اداله الهدية ولعب معاه يا كريم بنفس الطريقة اللي أسوري بيلعب بيها المباريات اللي فاتت، مارسيل كولر هيقبل الهدية وهينزل النادي الأهلي. أنا بقولك هيكسب المباراة، ولكن مارسيل كولر هينزل يطبق الأسلوب بتاعه المتعارف عليه وهيلعب على أخطاء نادي الزمالك، لأن مباراة النهاردة ومباراة اللي فاتت وضحت أن في مشاكل رهيبة عند نادي الزمالك في الخروج بالكورة. أثناء الخروج بالكورة لو الكورة اتقطعت منك هيبقى في مساحات كبيرة جدا، وإحنا لسه متكلمين حدث ولا حرج على سرعات وتحولات لاعبي النادي الأهلي. فالهدايا مارسيل كولر هيبقى مستنيها، لأن دي يا كريم قبل ما أقفل معاك أقولك مارسيل كولر عمل كل حاجة مع النادي الأهلي، اخر حاجه بقى له ان هو يكسب الديربي كمان عشان يبقى مارسيل كولر خد العلامه الكامله من جماهير النادي الاهلي. وطبعا شفنا النهارده لعيبه النادي الاهلي وهي بتشيله، فده حب كبير جدا، وده يا كريم بينعكس على نتائج النادي الاهلي. محمود شرفت النهارده، شكرا جزيلا. منور الدنيا جزيلا خليفه، بشكرك شكرا جزيلا. بعد اذنكم على الوقت ولا اي حاجه كريم، شكرا وجودنا معاك كفايه. يا رب يخليك. هارد لك لمنتخبنا الوطني الاولمبي، خسارة اليوم امام المنتخب المغربي في نهائي كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. الاهم زي ما قلت لكم ان احنا وصلنا للاولمبياد وكافحنا وعملنا بطوله كبيره جدا. خبر مهم جدا يستحقه جدا ابراهيم عادل ان هو فاز بجائزه افضل لاعب في هذه البطوله عن كل استحقاق وجداره، عمل بطوله رائعه جدا ابراهيم عادل. مره اخرى الف مليون مبروك لمنتخبنا الوصول للاولمبياد، وهارد لك الخساره اليوم امام المنتخب المغربي بعد اداء محترم جدا من منتخبنا الوطني. نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على خير.